بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي ملعبكم دائما ودائما ابدا. بنكون معاكم في كل الانفرادات وكل الاخبار وكل الكواليس، وعندنا النهارده كواليس بالجمله. النهارده هاشتاج الملعب هيكون القمه مع شوبير، وسؤال حلقتنا توقعاتكم لمباراه القمه 120 بين الزمالك والاهلي. وعندنا ضيفين، كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، وكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق. عصام مرعي سيتقمص شخصيه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وعادل عبد الرحمن هيتقمص شخصيه ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. ابعتوا لنا بقى على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي، وهنسمع من حضراتكم كلام كتير. لكن قبل ما ابدا كالعاده بموجز الاخبار اقول لكم ايه اللي بيحصل، الاخبار الدنيا شكلها عامله ازاي. البعض يقول لي يعني الدوري شبه محسوم، حتى ولو، وانا دايما ليا كلمه شهيره، الدوري ما يتحسمش الا بيبقى فارق النقاط اكبر بكتير. وان كان خلاص الزمالك وبيراميدز رفضوا هديه الاهلي امام الانتاج الحربي في محاوله لتضييق الفارق، والزمالك تعادل مباراتين منذ العوده، وبيراميدز تعادل بصعوبه مع طلائع الجيش، فخلاص يبدو ان كل الطرق تؤدي الى فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري العام. لكن بنخلينا نستنى لحد ما نشوف الدنيا عامله ازاي. لكن الاهلي والزمالك بيظل دائما وابدا لقاء قمه. لقاء قمه بيعلن مولد نجم، لقاء قمه بيبقى فيه مفاجاه من المفاجات من العيار الثقيل، لقاء قمه بيبقى فيه مدرب بيتفوق على مدرب، لقاء قمه بيبقى فيه جون حلو، لقاء قمه بيبقى فيه هدف في اللحظات الاخيره، لقاء قمه بيبقى الفريق بيمشي المباراه زي ما هو عايز، خاصه ان الفرقتين في مباراه بعد غد محتاجين الفوز. الاهلي محتاج الفوز، عايز يخلص عشان يتفرغ للبطوله الافريقيه ومباراه الوداد. الزمالك عايز يقول لك انه انا الدوري بالنسبه لي بقى بعيد شويه او صعب شويه، لكنه انا بطل السوبر وانا كسبت الاهلي بركلات الترجيح، لكن انا الظروف اللي حصلت لي في بدايه السنه هي اللي اثرت عليا، لكن انا موجود وموجود بقوه، ويعمل برضه للدوري طعم تاني. ريني فايلر عايز يستعيد ثقه الناس بنسبه 100%، من ثلاث مباريات تعادل مباراه وكسب مباراتين وسجل في كل مباريات هدفين، فهدف في ثلاث اهداف بمعدل يعني هدفين في كل مباراه. والزمالك صحيح كان عنده مباراه مؤجله، صحيح فاز في مباراه بصعوبه على فريق المقصه في الوقت بدل الضائع، وتعادل مع فريق مصر بفعل فاعل وهو باتريس كارتيرون، لانه لعب بفريق كله من الاحتياطيين او معظمه من الاحتياطيين، وايضا كان عنده فرصه انه يقرب، لانه لما يخسر اربع نقاط بعد العوده ده رقم كبير جدا جدا. الاهلي خسر على مدى 20 مباراه فقط اربع نقاط، الزمالك خسر في الاربع مباريات الاخيره اربع نقاط، يعني في تعادلين حصلوا. فايلر زي ما بقول لحضراتكم عنده سيطره على الفرقه شويه، عنده لغه جيده بينه وبين اللاعبين، نفس الامر على فكره باتريس كارتيرون. كارتيرون مع اللاعبين علاقته اكتر من ممتازه والامور هادئه. قبل برضه ما ابدا في موجز الاخبار، النهارده كلام كتير جدا على خناقه بين فرجاني وحازم امام في الملعب. واحد عمل تاكلينج، واحد خبط في واحد، قاموا شدوا اتخانقوا، بتحصل في احسن العائلات وبيحصل شد وجذب، واحد بيطلع اوضه اللبس، واحد بيبقى متضايق، و و و و خلاص. مشكله موجوده في الملعب، اللي هي مشكله لحظيه بتخلص في ساعتها، تاخد دقيقه دقيقتين سبع دقائق ثمان دقائق مش عارف ايه، شد عصبي، بعد كده ترجع تلاقيهم بالليل في المعسكر 100 فل و14 والدنيا ماشيه تمام والامور بتمشي بشكل عادي. خلافات اللعيبه وخناقات اللعيبه دي بتيجي بنوع من انواع الحماس، كل واحد عايز يثبت وجوده، واحد راجع من اصابه، واحد عايز يثبت وجوده عشان يبقى موجود في المباراه، وهكذا يعني خناقات عاديه بتبقى موجوده. صحيح الزمالك نفى تماما، انا بعتبرها يعني مشادة بسيطة وتنتهي سريعا، مفيش فيها أدنى مشكلة إنه تستمر، ونفضل بقى إن ناخدها البانة ببقنا ونقعد نتكلم عليها. حدوتة حماس زائد عن الحد انتهى عند هذا الحد. حلو، ماشية صح. موجز الأخبار كالعادة في البداية، لجنة الحكام باتحاد الكرة أعلنت تعيين الكرواتي إيفان بيبيك حكما لمباراة القمة 120 بالدوري الممتاز، بالتوفيق إن شاء الله. في مفاجأة، اللجنة الخماسية بتقرر إلغاء الاجتماع الفني لمباراة القمة واختار الناديين بألوان القمصان عبر الإيميل، كنت أفضل إن يكون في اجتماع.
محمود متولي غادر المستشفى بعد اجراء جراحه الرباط الصليبي بالسلامه ان شاء الله. كابتن محمود الخطيب حرص على زيارته مع عدد من اللاعبين والمسؤولين. كابتن الخطيب حضر تمرين النادي الاهلي اليوم صباحا وداعب عدد من اللعيبه لكنه لم يجتمع مع اللاعبين، لكن اتكلم كده على انفراد مع بعض اللاعبين، وجيرالدو في امل ان يكون داخل القائمه لكنه لن يبدا اللقاء. محمد حسن يتاكد غيابه عن وسط الزمالك في مباراه الاهلي للاصابه، والزمالك بكره في معسكر باحد الفنادق. طلائع الجيش عايز يستفيد من انطلاقته القويه ومسحه جديده لكورونا استعدادا لمواجهه طنطا، والمقاولون يعلن سلبيه المسحه قبل لقاء اسوان. تقارير سعوديه بتقول ان الزمالك بيفتح باب المفاوضات مع انيس البدري صانع العاب نادي اتحاد جده، اعتقد تقارير غير جده. محمد النني بيعلن رسميا انتهاء علاقته بشكتاش التركي، وتم فشل تجديد الاعاره يعود الى الارسنال ومن الارسنال الى نادي جديد على سبيل الاعاره ايضا. ايوب الكعبي المهاجم المغربي يعلن فسخ تعاقده مع نادي هيبي فورشن الصيني بالتراضي بين الطرفين، لم يوفق هناك، هذه كره القدم. الكورونا ما زالت موجوده في الوداد المغربي بعد الاعلان عن اصابتان جديدتان بالفيروس، عدد اللاعبين المصابين حتى الان 11 لعيب، والدوري المغربي في مهب الريح. سلامات بدر بنون لاعب الرجاء المغربي، فحوصات مكثفه، كان عنده اغماء شديده في مباراه الفتح الرباطي لكن الله سلم، الحمد لله على سلامته، واحد من اللاعبين الممتازين، الف سلامه عليه وعلى اشقائنا ايضا لاعبي الوداد المغربي. في خبر مدوي، راديو كاتالونيا بيؤكد ان ليونيل ميسي ابلغ كومان انه لن يكون في برشلونه الموسم القادم لكن المفاوضات ستستمر. في لعبه وحركه خبيثه من لويس انريكي بيقرر استدعاء انسو فاتي لاعب برشلونه لقائمه منتخب اسبانيا لتنتهي فرصه تمثيل اللاعب لمنتخب بلاده الاصلي غينيا بيساو. اما اداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانجليزي فايضا انريكي لاعب نفس اللعبه معاه بضمه للمنتخب عشان ما يروحش المنتخب مالي. من بدري بدري رابطة الدوري الإنجليزي بتعلن جدول مباريات الموسم الجديد المقرر انطلاقه 12 سبتمبر واللي هينتهي 23 مايو 2021 يا رب بعيدا عن الكورونا. في مفاجأة، نابولي بيعلن إصابة مهاجمه الجديد أندريا بيتانيا بكورونا، ترتفع عدد الحالات لثمانية بالدوري الإيطالي في 24 ساعة فقط لا غير. كنا خلصنا يا جماعة من الموضوع ده. ربنا يسلم إن شاء الله والكورونا دي تنتهي تماما، بدأت تزيد شوية في أسبانيا فرنسا في إيطاليا لكن الحياة مستمرة في كل المجالات. خلينا نتفرج شوية ونعيش مع بعضا من أهداف القمة، الأهلي والزمالك، وبعدين أخبارنا بالتفصيل معانا حاجة الارض. عندي جمعه جاي جامد جامد، توصل لعلي خليل ماهر همام، اتلعب لزكريا بس برجل مين جامده، الجول الاول محمد حلمي بيفكر يشوط من بعيد جامده، خش جوه الجول، لعبه جامده تخبط في الدراسه وتقع عاليه وكوارسي بالدماغ وجوه الجول وتوصل لطارق خليل ويطلع عند مامور، لعبه زكريا ناقص الجول جوه الجول على يمين طارق عبد العليم لنص لطارق يحيى، جامده 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 جوه الجول، طارق يحيى بيلعبها بالعرض جامده
جامدة بيحطها محمد حلمي عليا جمال حميد عليا قول الجول الأول للزمالك. الأهلي في المركز الأول زي ما قلت حضراتكم وراء الزمالك، ونتيجة مباراة اليوم بتحدد بطل الدوري. صفوت لفتحي مبروك، فتحي مبروك وصفا عبده، صفا عبده كمان دقيقتين من بداية المباراة، النادي الأهلي بيتقدم بجول بيجيبه جمال عبد الحميد. نقلة لهشام يكن لأيمن يونس بالشطة، خش جوه الجول، خش جوه الجول. الدور الأول للزمالك، أيمن يونس بيشوط الكرة من بعيد. الكؤوس تلعب الكرة عليها، يلعب الحرامي جوه الجول، يجيب الجول الأول. علاء ميهوب بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي. كورنر يرفع مصطفى عبده ويطلع علاء ميهوب لفوق. خطيره جعفر، جول جول يخطئها دفاع الاهلي، جوه جول احمد السيد وشريف عبد الفضيل. لسه للنادي الاهلي بعد نقلات كتيره جدا، وادي العرضيه جوه جول، هدف التعادل. يا ولد يا لعيب يا جدو، اهمال يندرج تحت بند الفاول العادي. وادي حسين، اوه جوه جول، جوه جول يا حسين يا ياسر. حلوه حلوه، الساحر شيكابالا عمل التمريره السحريه وحسين ياسر يحطها للنادي الزمالك. واقعين، وادي فتح الله يطلع دومينيك تاني، دومينيك جول جول، هدف التعادل، جول هدف التعادل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا الذكريات والمتعه والحلاوه والجمال، زي ما قلت لكم يظل لقاء الاهلي والزمالك هو لقاء القمه بدون شك، لقاء القمه، ونجوم كتيره جدا بيبقى شهاده ميلادها في هذا اللقاء، ونجوم ايضا بتتالق، ونجوم كمان بتختفي من خلال هذا اللقاء. طيب هو برضو حلم شويه على الاهلي والزمالك، لكن الموضوع محتاج نتكلم كتير فيه مع كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر وحارس مرمى الاهلي ومصر السابق كابتن اكرامي. مساء الفل يا كابتن اكرامي. مساء الخير يا احمد، ازيك حبيبي؟ ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. وانت حبيبي كل سنه وانت طيب يا رب، بمناسبه العام الهجري الجديد، ويقعد علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير والبركه يا رب ان شاء الله. سامع ان انا وانت مقطعين بعض. لا بس استنى بس هقول لك على حاجه، يعني انت يا احمد انا دلوقتي قدرا بتفرج عليك. نعم. جايب كل الاجوان فيا وكتابك الله يرحمه. طبعا طب وانا دخل فيا ولا جون من الزمالك؟ وانت ناسي ولا ايه؟ يا كابتن تعليمات مشدده ومغلظه للمخرجين، انا ما دخلتش فيها ولا جون يا كابتن، لازم تبقى عارف كده. الو الو يا احمد، الصوت بيروح يا حبيبي. سامعني كده يا حبيبي؟ كده كويس. تعليمات كده مشدده ومغلظه للمخرجين يا كابتن، انا ما دخلتش فيها. طبعا طبعا طبعا. كابتن انت رمز وعلامه كبيره جدا طبعا من علامات كره القدم في النادي الاهلي. الاول خليني اسالك عن لقاء الاهلي والزمالك، اكرامي بعد كل هذه السنوات شايف اللقاء ازاي؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتمنى يا رب ان اللقاء يطلع كده يليق بالاقطاب الكره المصريه الاهلي والزمالك ويعدي على خير ان شاء الله وما يحصلش فيه اي حاجه والامور تستقر بقى ان شاء الله عشان الجماهير ترجع ثاني خصوصا في جائحه كورونا دي. نعم بتمنى يا رب ان الامور تبقى مستقره ان شاء الله يا رب في الماتش والماتش يطلع كويس باذن الله ان شاء الله. كابتن اكرامي شايف الغلبه اقرب لمين؟ والله بص يا احمد ماتشات الاهلي والزمالك ديت ما اقدرش اتوقع فيها حاجه لكن اتمنى طبعا ان الاهلي يكسب يعني اتمنى طبعا. طيب ارجعوا كلموا الكابتن اكرامي تاني واضح ان في حق. الو الو كابتن الله يحفظ الصوت لا سامعينك كده كويس يا كابتن ظبط الحمد لله اتفضل يا كابتن. فبقول لك اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يكسب يعني باذن الله والامور تعدي على خير ان شاء الله. هل بتبقى فعلا صعبه كده زي ما الناس بيقولوا يا كابتن اكرامي؟ الايه؟ المباراه بتبقى صعبه زي ما الناس بتقول كده؟ والله اقول لك على حاجه يا احمد اسهل مباراه ممكن تلعبها اهلي وزمالك. للدرجه دي؟ من المباريات من المباريات الممتعه الاهلي والزمالك بالنسبه للعيبه. لانه بي 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 بيبدع فيها كل اللعيبه والفرقتين عايزين يكسبوا فما بيحصلش نوع من الديفنس عشان فرقه تبقى بتلعب زون ديفنس ومش عايزه تخسر والكلام ده. الفرقتين بيبقوا عايزين يكسبوا فاللعيبه بتطلع احسن حاجه عندهم يعني وبيظهروا بشكل لائق في المباريات. نتمنى ان شاء الله نطلع بشكل كويس بروح رياضيه بشكل محترم بين الفريقين باذن الله. كابتن اكرامي خليني بقى اروح معاك للاحداث الجاريه وكل ما يقال وكل ما يشاع عن علاقه الكابتن اكرامي بالنادي الاهلي. هل بالفعل في مشاكل في وجود الكابتن اكرامي في قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي ام ان كل ما يكتب لا اساس له من الصحه؟ والله يا احمد انا مش عارف الناس دي بتجيب الكلام ده منين يعني سبحان الله يعني انا مش عارف ازاي بيوصلوا لمرحله الكذب يعني انا لغايه امبارح الصبح كنت في التمرين بتاعنا بنبدا الساعه 7 الصبح بنخلص الساعه 10 فانا مش عارف الكلام ده بيجيبوه منين يعني. نعم هل هي حاجه مقصوده مش عارف الله اعلم يعني لان ده خطف باطل واللي بيخطف الباطل دوت يعني جزاؤه عند ربنا كبير قوي يعني. ربنا ما انا هقول لك ايه يعني الفتره لا قول يا كابتن فضفض يعني حضرتك عايز تحكي قول لازم تتكلم يا كابتن اتفضل. الفتره اللي فاتت كلها في حاجات غريبه جدا بتحصل يعني في معلش يعني اتفضل يا كابتن في مذيع من اتفضل يا كابتن. الو يا كابتن لا سمح صديقي بعت لي عمال يهاجم فيا ويقول ان انا بهاجم بتوع السوشيال ميديا ومش عارف ايه والكلام ده. طب النهارده لما اتشتم بافظع الشتائم انا واسرتي المطلوب مني ايه؟ يعني انا دلوقتي معلش مع احترامي ليك يا احمد لو شتمتك او قلت ادبي عليك هتقول عليا مؤدب ولا قليل ادب؟ لو انت شتمتني هتبقى لا مؤاخذه مش كويس يعني. لا مؤدب ولا قليل ادب؟ لا اللي بيشتم قليل ادب طبعا. مش كده؟ اللي يعني بيشتم اللي بيشتم غير اللي بيشتم غير محترم. لما اقول ان دول قليلات ادب اللي بيشتموا على السوشيال ميديا جزء من الناس ديت يعني ما يعرفوش تاريخ اكرامي يطلع لي المذيع دوت وعمال ماسك لي حته ان ازاي دول مش متربيين وازاي وازاي وازاي. طب انت بتخط عرضي ليه؟ انت مالك ومالي؟ عايز تنتقدني يا اخي انتقدني. نعم. لكن ما تغلطش فيا وما تشتمنيش وما تقلش ادبك عليا. نعم. ومعها يا جماعه اتفضل يا كابتن اتفضل يا كابتن معلش. الو ايوه اتفضل يا كابتن. ده كذب وافتراء على وطبعا على ما اعتقد يعني الكذب والافتراء دوت يعني ربنا مش هيسيبهم في حالهم يعني. طيب يعني نقول الحاجه الاولى انه علاقتك بالنادي الاهلي كما هي انت مستمر في عملك ما فيش اي فكره ان حضرتك تستقيل ماشي تمام بتؤدي دورك لتخريج اجيال جديده لحراس المرمى في النادي الاهلي صح كده يا كابتن؟ لا مظبوط يا حبيبي مظبوط يعني. نمره 2 ناخد قصه شريف اكرامي يعني شريف ابن الكابتن اكرامي وكابتن النادي الاهلي ثم ابلغ النادي من يناير وكانت الناس مستجيبه جدا سواء جمهور او الاداره وكان مستمر في تواجده وحسب المعلومات اللي عندي وحضرتك صحح لي انه كان هناك اتفاق ما بين كابتن شريف ومستر فايلر انه هيغيب تمرينين هيغيب ثلاثة هيغيب تمرين وقال له لو انت محتاجني انا موجود معاك. ايه اللي حصل ايه اللي جد يا كابتن اكرام؟
سمعني يا كابتن؟ اه كده سمع بس صوت كان راح يعني. طب سمعت السؤال حضرتك ولا اساله تاني؟ تقريبا يعني. اتفضل يا كابتن اتفضل. هو انا كنت قلت قبل كده لما سئلت ان شريف بقى اول ما بدا يرجع الدوري تاني ان هو مش موجود. نعم. قلت ان الراجل بيرفع الحرج عن مجلس عن الجهاز الفني. نعم. وقعد مع الراجل واتفق معاه انا موجود لغايه نهايه الموسم. وبتمرن معاك، محتاجني انا تحت امرك. صحيح. محتاجني خلاص. نعم. واتفق معاه ان هو ياخد اجازه قبل الماتش بيوم وبعد الماتش بيوم. تمام. خلاص. وده الاتفاق اللي تم. ودي الامور اللي كانت ماشيه لغايه اما حصل الاسبوع اللي فات الكلام واللغط اللي حصل بالنسبه لشريف. نعم. ان الجهاز الفني طبعا قدم له الشكر ان الموسم انتهى والكلام. نعم. ده وطلع طبعا اشاعات ان هو متغيب عن التمرين والكلام ده، مع ان طبعا زي ما بقول لك ان هو ايوه. اتفضل يا كابتن. يعني دي كانت الملخص للقصه بتاعت شريف يعني. نعم. شريف غضب انه النادي الاهلي قال له شكرا خلاص الموسم بتاعك انتهى معانا؟ حتى لو طبعا من المدرب شريف، طبعا شريف اتضايق من حاجه زي كده وموقف زي دوت يعني. نعم. وعلى ما اعتقد ان شريف هو اكثر واحد يقدر يرد في البدايه دي يا احمد، لكن طيب. انا شايف انه فعلا متضايق يعني. طيب شريف او اكرامي الاب، هل كلمت شريف لما نزل التويتات اللي شبه بيان على تويتر يا كابتن اكرامي؟ انا كلمته بعديها لان انا فوجئت بعديها يعني. بالتويتات ديت يعني. خلاص. فطبعا حصل تطور سريع بالنسبه للموضوع. نعم. ان بعد ما نزلت التويتات ديت ثاني يوم طبعا جهاز الفني خد القرار بان شريف الموسم بتاعه انتهى في النادي وخد. نعم. 500,000 جنيه والكلام ده. فخلاص كان الكلام بالنسبه له في الموضوع دوت غير مجدي يعني، على ما اعتقد ان هو هيطلع الفتره اللي جايه وهيوضح وجهه النظر بالنسبه للموضوع. طيب ده. مش يعني مش هكلمك اكتر في هذا الامر، واضح ان حضرتك سايب الامر بالنسبه لشريف انه يطلع ويوضح، لكن خلينا بقى نتكلم في الموضوع اللي عمل المشكله الكبيره يا كابتن اكرامي، موضوع رمضان. لانه الكل، وانا شخصيا قريب من حضرتك، قريب من شريف، قريب من رمضان، وكانت كل المؤشرات في اتجاه انه رمضان هيجدد للنادي الاهلي وليس لديه مشكله مع النادي الاهلي. المفاجاه كانت في الطريقه والتوقيت اللي تم اعلان فيه انه رمضان لن يكمل مع النادي الاهلي. مدى تاثير كابتن اكرامي الاول على رمضان صبحي؟ يا احمد لازم نكون متفقين ان رمضان شخصيه مستقله. وراجل رب اسره. نعم. ووصل من النضج ان هو يعرف يفكر كويس. نعم. خلاص. وانا زي ما قلت قبل كده وبكررها لك ان انا لما حصل الكلام ده انا ما كنتش عارف عنه حاجه خالص. يعني لا شريف يعرف او يتكلم معايا ولا رمضان يتكلم معايا، ان هم عارفين ان انا ضعيف قدام يعني قصاد النادي الاهلي. نعم. دي. نعم. خلاص. وجيت يوميها بالظبط جالي التليفون من شخص معين يعني بيقول لي ان رمضان بتقول ايه؟ فقال ان رمضان اعلن وبلغ امير توفيق ان هو رايح بيراميدز. نعم. فطبعا كان نوع من المفاجاه بالنسبه لي. عرفت بعد كده بقى التطورات اللي حصلت والكلام ده، وانا مش من حقي ان انا اتكلم فيها. نعم. وبرده رمضان اللي هو الوحيد اللي يقدر يتكلم في الموضوع دوت. لكن لنا ولا شريف اكرامي لنا علاقه بالموضوع دوت خالص. نعم. او بمعنى اصح انا ماليش علاقه بالموضوع. خالص يعني. طيب. الناس اقحموني. ان انا ليا دخل وان انا مش عارف يعني منهم لله طبعا اللي هم بيكتروا عليا في الموضوع ده. لكن لو رمضان كان استشارك يا كابتن اكرامي كان هيبقى راي حضرتك ايه؟ هيبقى رايي مختلف عن دلوقتي. هيبقى رايك مختلف عن دلوقتي انه معناه انه طبعا انه يستمر في النادي الاهلي حتى لو كان العرض المالي او المادي اقل شويه. والله بص اتكلم مع واحد ماليه ديت عشان تكون عارف، والله العظيم ما بتكلم مع جوز بنتي ولا ابني. نعم. من واحد ماليه خالص. لا اعرف رمضان بياخد ايه من النادي الاهلي ولا الفلوس ديت ببعد عنها تماما، لان بيبقى فيها نوع من الاحراج والحساسيه. نعم. سواء لابني او لجوز بنتي. نعم. لان كل واحد بيحاول ان هو يحتفظ بنفسه بالموضوع دوت يعني. نعم. فانا ما بتكلمش معاهم في الماديات خالص يعني. يعني انا لو جبت قالني النادي الاهلي ولا مش هقول له لا، وانا قلت قبل كده يا اما رمضان بره في الاحتراف يا النادي الاهلي. رايي انا الشخصي. طيب هو السؤال الان متى سيتم الاعلان عن انضمام رمضان لبيراميدز يا كابتن اكرام؟
اذا كان بقول لك احمد عن الموضوع ده ابقى اعرف الاعلان امتى. يعني ما جاش كلمك حتى بعد ما تم الاعلان ان رمضان قبل النادي؟ والله والله الأهل. ما شفته والله ما شفته. بس اكيد اتكلمته في التليفون اتحاورته. والله اول مكالمه حصلت بيني وبين جوز بنتي كانت النهارده يا ساعتين. والله من ساعتين من ساعه الموضوع. اول مره رمضان يكلمك النهارده؟ اول مره والله العظيم ثلاثه نتكلم النهارده. لكنه في البعض النهارده مش عارف حاطط شويه صور وبيقول لك امريكا ومش امريكا واحتمال ما يبقاش في مصر واحتمال يبقى في احتراف خارجي. اكيد طالما اتكلمته النهارده يعني اتكلمته شويه يعني. والله احنا اتكلمنا فيما يخص الاسره فقط يعني. ما اكيد سالته يا كابتن اكرام يا رمضان يا ابني حطيتنا في موقف الناس كلها بتتكلم وانا يعني رجلي جت في الموضوع. بالتاكيد ده انت كابتن مصر وكابتن النادي وعلامه من علامات النادي يا كابتن اكرام. بص يا احمد نعم يعني في جزئيه انا بنقى نفسي ان انا اتدخل فيها وارفع الحرج عن جوز بنتي وعن ابني. يعني لما 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 شريف كان هيجدد مع النادي الاهلي قبل كده خلاص انا ما سالتوش ولا قلت له حاجه. فالنهارده عشان يعني مش عايز احرج جوز بنتي في حاجه ممكن يكون هو مش عايز يقول لي وفي الوقت المناسب يعلنها هو بنفسه. فعشان كده انا بنقى عن الموضوع ده. حتى بنتي والله ما بتكلم معاه في الموضوع ده خالص. هل حصل اي نوع من انواع التردد او التراجع من رمضان بعد ما حساسه زي دي؟ نعم بقول لك لازم يكون في نوع من الخصوصيه في اجزاء حساسه. يعني ده جزء حساس بالنسبه لبنته وجوز بنتي يعني. نعم. وممكن يكون بنتي ما تعرفش عشان تكون عارف يعني ممكن يكون متكتل في الموضوع ده. في واحد ما يقدرش يقول لمراته يا كابتن اكرامي لا هنا بقى لا يعني ممكن انت ما تعرفش موافقك لكن مراته ما تعرفش صعبه شويه يا كابتن اكرامي. هقول لك على حاجه. انت عارف حبيبه ومربيها خلاص. حبيبه يعني بنوته جميله جميله ربنا يخليها لك يا رب. ممكن تكون تعرف بس ما بتقولش لابوك. طبعا ممكن يكون قال لها ما تقوليش. ممكن يعني في اكتر من ان شريف ما يعرفش حاجه وهو اقرب ليه مني. ليه الناس كلها راحت لشريف وقالوا ان هو العقل المفكر ورا هذا الامر يا كابتن اكرام؟ والله ما اعرف يعني مش عارف ليه يعني احنا بنقعهم في حاجات مالناش علاقه بيها. مع ان شريف طلع وقال انا ماليش علاقه بالموضوع. كابتن اكرام الموضوع ده مضايقك عامل لك نوع من انواع الغضب؟ خالص فانا مش عارف ليه يعني احنا محطوطين تحت المنظار. لا ما ان انت رمز من رموز النادي الاهلي بالتاكيد والاسره كلها احمد الله يرحمه وشريف وبالتالي فالناس بتبقى شايفه انه في ناس النادي الاهلي اسمهم مرتبط باسم النادي الاهلي وبالتالي بيروح على الكابتن اكرامي. ده طبيعي يا كابتن. اصبر بقى انت شويه او ساكت اهو وهتتحط تحت المصله. لا لا ما احنا محطوطين تحت المصله من بدري يعني. احنا طيب لا لسه لسه بس لما ربنا يكرمه ان شاء الله خلاص ويشارك ويلعب اتفرج على اللي هيحصل لك زي ما حصل لي. يعني ده قدرنا كناس يعني من اعمده النادي الاهلي فده قدرنا واحنا الحمد لله راضيين بيه يعني. هل حصل اي تواصل بين حضرتك وبين الكابتن الخطيب بعد الموضوع ده؟ لا خالص. انا اخر مره قابلت الكابتن محمود كنا بنتغدى مع بعض في ساحل على ما اعتقد يعني. في الساحل الشمالي كان امتى يا كابتن؟ نعم كان في الساحل الشمالي امتى؟ من حوالي اسبوعين تقريبا. ده اخر مره كان قبل الموضوع ما يتطور بالشكل الكبير ده خالص. لدرجه ان هو كان اخر حاجه كان راكب معايا في العربيه وبوصله اخر حاجه كان قالها لي ان في بتخلص مع نادي هدف فيلد بالنسبه لرمضان. وده كان بسطك يا كابتن؟ طبعا. قرار رمضان كان مفاجاه بالنسبه لك كابتن اكرامي؟ بالنسبه قرار رمضان انه يسيب النادي الاهلي كان مفاجاه بالنسبه لحضرتك؟ طبعا مفاجاه طبعا. زي ما كان قرار شريف مفاجاه بالنسبه لي. قرار شريف انه برضه يسيب النادي كان مفاجاه بالنسبه لي؟ طبعا كان مفاجاه بالنسبه لي. بس اكيد هنا شريف الوضع مختلف. اكيد شريف جالك كلمك. اي والله ما جالي برضه لدرجه ان انا ويمكن قلت الكلام ده معاك انت في الحلقه لما كنت عندك. نعم. قلت لك انا ما عرفتش موضوع التويته ولقيتها بتعيط في ايه يا حبيبي؟ قالت له تشريف منزل كذا 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 كذا. انا بكيت وانا مش هخجل من حاجه زي كده. نعم. انا فوجئت ان ابني عمل كده بس اسبابه كانت ايه؟ انا ما عرفتهاش بعد كده.
كابتن اكرامي الكبير مستمر مع النادي الاهلي ان شاء الله، الا اذا كان عندك انت معلومه انا ما اعرفهاش. لا والله يا كابتن بالعكس، انا حرصت لانه انا اسمي تردد مع حضرتك في بعض المواقع او بعض الصفحات عفوا، وكلام وانه خناقات وانه ان احنا مقطعين بعض، وانا دائما وابدا الرموز الكبيره اللي زي حضرتك وزي كابتن مصطفى عبده وزي كابتن مختار وزي كابتن طبعا كابتن خطيب، الرموز دي انا ببقى حريص جدا على الحفاظ اولا على احترامها وتقديرها لما لها من مكانه، ثانيا العلاقه الشخصيه اللي بتجمعنا دي اكبر من اي شيء، كلنا ننتمي للنادي الاهلي، بنحب النادي الاهلي، بنتمنى له الخير، لكن في النهايه في قواعد واصول لا يمكن ابدا لن نحيد عنها، وبالتالي يعني حصل ما بيننا اتصال النهارده الظهر، وانت حضرتك لابد انك تطلع وتوضح عشان ظهورنا مع بعض يخرس كل هذه الالسنه يا كابتن اكرام. وانا كنت حريص يا احمد فعلا على الموضوع دوت، لان يعني هي بدات ايه؟ يعني بدات الاول في شخصي، نعم، وبعدين بدات تخش دلوقتي في النادي، تخش في ناس عاشروا بعض ورموز زي ما انت بتقول في النادي الاهلي، نعم. خلاص الافاجئ ان بيتقال ان في صدام شديد بيني وبين احمد شوبير، افاجئ ان في كلام نازل، يعني في واحد برضه بعت لي النهارده بوست كده، نعم، ان انا هفضح النادي الاهلي وان، نعم، انا ضد محمود الخطيب وان انا هايد المهندس محمود طاهر، نعم، وان انا مش عارف ايه وان انا ايه وان انا ايه وان انا ايه، والكلام دوت مفروض ان هو نازل بص انه عن لساني، طبعا الكلام ده غير صحيح. حتى لو في زي ما قلت لك النهارده يا احمد، حتى لو في اي حاجه عمرنا ما تعودنا ان احنا نجرح في بعض، نعم، يعني اكرامي داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي كما هو بحبه وتقديره وعشقه، لا شيء من الممكن ابدا ان يغير من علاقتك الازليه على مر السنوات الطويله بالنادي الاهلي يا كابتن اكرامي. لا طبعا استحاله، نعم، ومحدش يقدر يزايد على حبي للنادي الاهلي، نعم، ولا حب على حب محمود الخطيب ولا على حب لرموز النادي، محدش يقدر يزايد على حاجه زي كده، نعم، لان اللي بيزايد على حاجه زي كده خسران في النهايه، خسران طبعا لازم يكون خسران. وكل يعني اكرامي بقى له 50 سنه في النادي الاهلي، نعم، ما عملش مشكله، ما حدش سمع صوته ولا انا ولا اولادي، نعم، يبقى يطلع دلوقتي على مدار الاسبوعين اللي فاتوا دول ان احنا بنهاجم النادي الاهلي وان احنا عايز نهزم النادي الاهلي والكلام ده، كل الكلام ده كلام فاضي، والمعلوماتك يا احمد كل الكلام ده ما يهزش شعر نهار. كابتن اكرامي بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك يا رب كل التوفيق. شكرا جزيلا كابتن اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، كانت مهمه جدا هذه المكالمه. انا ما بحبش التجريح، انا بحب ما بحبوش يعني اسلوب انا بكرهه، وانا اثرتي في الخبر يعني اثرتي في انفرادي، دايما اقول لكم انفراد واقول لكم خبر، والحمد لله اكتر من 95% من اخبارنا بتكون صحيحه، وبحترم الناس كلها بلا استثناء، لكن اللي بيشذ قوي او اللي بيطلع قوي على الخط بالنسبه لي باخد جنب، يعني باخد جنب، ما بقدرش ان انا اكمل في هذا الامر، يعني ببقى مستاء جدا جدا جدا. يعني انا بتكلمش على علاقه شخصيه لان دي المشاهد ليس له علاقه بيها يعني، لكن لما بيكون في حد له تاريخ كبير جدا وفي انا شخصيا بقرا عن نفسي حاجات اقعد، بس انا عندي مناعه يعني ما بيقدروش من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني الكابتن اكرام الحقيقه كلمني النهارده العصر وكان مستاء جدا وحزين جدا وغاضب جدا، فانا اقترحت عليه الحقيقه انه يبقى في مداخله. يا جماعه الرموز ما بتبقاش كل يوم، الرموز دي بتاخد عمر عشان تبقى في المكانه العظيمه اللي هي فيها دي، وهو الرجل اقسم مرارا وتكرارا ليس له علاقه بموضوع رمضان، رمضان جوز بنته ونحن لا بديل امامنا الا ان احنا نصدق الكابتن اكرامي، يعني طالما هو الراجل اللي بيطلع هو اللي بيقول هذا الكلام اعتقد نقفل على هذا الامر. وعلى فكره اهو البعض هيزعل مني، بتمنى لرمضان انه يثبت نفسه وانه ينجح، يعني بتمنى له يعني، ده اكيد مش عايزه كلام يعني، هل هيتحمل الضغوط، هل 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 كلام كتير جدا جدا جدا، هل ممكن يكرر تجربة عبد الله السعيد ولا هو عبد الله السعيد واحد رمضان ما يقدرش يكررها مرة تانية؟ خلي الأيام هي اللي تجاوب على كل هذه الأسئلة. إذن فاصل ونتواصل.
القمة تظل هي القمة. خلي بال حضراتكم مهما سمعت من لعيب من مدرب من اي حد يقول لك هي اسهل مباراة، عمرها ما تكون اسهل مباراة، عمرها ما تكون اسهل مباراة. وغصب عننا بنتشد في لعيبة الحقيقة دايما عندها برود يعني ما بتفرقش معاه، لكن لحد قبل المباراة هي مباراة دمها تقيل صعبة على الفرقتين. يعني اول مباراة تبدأ خلاص تبقى مباراة سهلة، اول ما تبدأ بس الحكم يصفر كده خلاص بتنسى كل حاجة يعني. لكن بتظل مباراة فريقين كبيرين لهم اسمهم لهم تاريخهم لهم نجومهم لهم جماهيريتهم، وبالتالي بتظل المباراة هي اللي كل مش مصر والله ما زال العالم العربي كله بينتظرها حتى هذه اللحظة. الحقيقة بالمناسبة النهاردة كنت بتابع مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بصرف النظر عن فوز الأهلي 2-1، لكنه وانا كنت اتكلمت اول مره اقولها يعني مع الاخوه الافاضل في استاد القاهره على موضوع الصوت، وفعلا عملوها في مباراه الاهلي وامبي، لكنه يبدو انه كان التركيز في الصوت على سماعات بس معينه مش اللي كانت ورا اللعيبه مش متوزعه، وكمان تبقى يعني حسب بقى الهجمات وحسب وحسب يعني. فاتمنى انها تتظبط قبل المباراه، اتمنى يعني انه بتدي نوع من انواع الروح، وده احنا بنسمع شويه شفناها في بطولات اوروبا وشفناها في دوريات اوروبيه. ومفيش يعني اكبر ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، ده المباراه دي مباراه الزمالك عشان نبقى في يعني داخلين في الجو بشكل كويس. المباراه فنيا في الملعب انا متاكد انها تبقى واحده من اجمل من افضل المباريات، ربنا يا رب يوفق باذن الله. محمد محمود لاعب النادي الاهلي كان الكل خلاص توقع انه ينزل التمرين من يومين من ثلاثه من اربعه بعد يومين بعد ثلاثه بعد اربعه. محمد يبدو انه شعر ببعض الالام مره اخرى في ركبته يعني. يمكن ناس كثيره ما تعرفش ده هيكون مفاجاه ان محمد سافر الى اسبانيا بصحبه طبيب النادي، وعرض على اخصائي هناك يعني اكد له ان رجله سليمه بنسبه 100% وان الالام اللي بيشعر بها دي ألام عادية، وأنه مع التمرين مش هبقى فيه مشكلة، وبالتالي قد نراه في تدريب النادي الأهلي قريبا. دي معلومة لحضراتكم، وجميل النادي الأهلي بيطمن على لعبته حتى النهاية بحيث أنه يعني ميبقاش فيه نوع من القلق، لكنه الحقيقة فيه بدلك أو سوء بخت يعني. محمود متولي الحقيقة وقف على رجله كويس قوي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أراد اختباره من جديد برباط صليبي، لكن هو قادر بأمر الله على العودة. وكريم نيدفيد الحقيقة ما زال الأمر بالنسبة له حتى هذه اللحظة غامض يعني، لسه بنزلش يا عيني لسه اتمرنش. طبعا بوضوح شديد عشان تبقى القصة واضحة يعني، هو الأهلي لم يقصر وسافر كريم، لكنه الطبيب اللي أجرى له الجراحة في الخارج في ألمانيا ما كانش موفق يعني، فحصل مشاكل كتيرة جدا في الركبة، اتغير الطبيب خالص واتغير النظام العلاجي، وهو ماشي تبع برنامج تأهيلي بعيدا عن الملعب لسه، وفي أمل في الله أنه خلال شهرين أو ثلاثة يعود إلى الملعب يا رب إن شاء الله. الولد صغير، والولد كان في أفضل حالاته قبل إصابته الأخيرة يعني، لكن ربنا يشفيه. في دول بس مهمين يعني. بالنسبة لجيرالدو، جيرالدو النهاردة ما تمرنش، عمل جيم كده خفيف وتمرن خفيف، لكنه حالته أفضل مما كان عليه بعد ما خرج من المباراة، وقرر فايلر انه يضمه للقائمه على امل انه بكره يجربوه يوم المباراه يجربوه، لكنه نبقى موجود في القائمه الاساسيه اصبح الامر يعني صعب جدا. مع ضيوفنا الاعزاء كابتن عصام مرعي وكابتن عادل عبد الرحمن هنتكلم على التشكيلات. النهارده تم الاعلان عن الحكم ايفان بيبيك الكرواتي اللي عنده 43 سنه وله من قبل مباراه ادارها الاهلي والزمالك 2007-2008 كان الاهلي فاز بهدف محمد ابو تريكه، وايضا ادار مباراه الاهلي وبيراميدز الموسم الماضي وكان بيراميدز فاز بهدف لكينو. حكم له اسم كبير جدا جدا زي ما انتم بتشوفوا كده التاريخ بتاعه على الشاشه. لكن خلينا نروح للكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام. مساء الفل يا كابتن وجيه، ازيك ازي حضرتك كل سنه وانت طيب. اهلا بيك يا شوبير، سعيد ان انا اكون معاك، اهلامي كبير جدا جدا جدا. ربنا يخليك كابتن، ولينا الشرف ان نكون مع حضرتك. لينا الشرف ان حضرتك تكون معانا، والحقيقه بهنيك لانه الحمد لله من ساعه عوده الدوري العام ولم نرى اي مشكله حتى هذه اللحظه، بس في حاجات في الفار هكلم حضرتك عليها يعني. طمني كيف ترى التحكيم بعد الكورونا؟
لا كابتن، انا يعني شايف الاداء التحكيمي يمكن من ساعه ما رجعنا من يوم 6 لعبنا ده يمكن 19 مباراه، شايف ان الاداء التحكيمي جيد جدا. عندنا مستوى مميز من الحكام. طبعا في بعض الحالات الجدليه ده شيء طبيعي موجود في كل دوريات العالم، ولكن الفار بيحل 90% منها. فعشان كده انا بقول لحضرتك الاداء التحكيمي لعبنا 19 مباراه وثلاثه مؤجلين ما لعبناهمش. فالاداء التحكيمي الحقيقه الحمد لله ماشي كويس، واحنا حاسين الحكام حتى كل مدى بياخدوا خبرات، لان طبعا الحكام زي لعيبه الكوره ما كانوش طبعا حته التمرين في الملعب وحساسيه الملعب ما كانتش موجوده. دلوقتي ابتدوا ياخدوا حساسيه الملعب. حكام الفار كانوا بقالهم ثلاث شهور ولا اربع شهور ما فيش تقنيه فار فعليه. كنا بنعمل حالات اونلاين او من خلال الواتساب، انما ما كانش في حالات فعليه او فيش عربيه. دلوقتي بقوا يتدربوا على العربيه. انا شايف ان المستوى كل مدى بيبقى فيه تقدم، وكل مدى بيبقى فيه يعني احسن بالنسبه للاداء التحكيمي بالنسبه حتى لحكام الفار. بالفار خلينا نتكلم على السماعات. اخيرا شفنا السماعات الحقيقيه اللي موجوده، هل ده سهل الامر يا كابتن وجيه؟ السماعات يا كابتن شوبير طبعا سهلت الامر بنسبه كبيره جدا. الحكام بتسمع بمنتهى يعني الرؤيه، السمع الواضح جدا. طبعا بالنسبه حتى السماعات اللي موجوده خاصه بتقنيه الفار، خاصه بماركه العربيه بتاعت الفار. فبالتالي السماعات مع تقنيه الفار مع الحكام الموجودين مع حكام الفار، انا شايف ان الاداء التحكيمي باذن الله تعالى استفاد كبير جدا من السماعات الجديده. كابتن، هل شايف انه اللجوء للفار زياده عن الحد شويه مع الحكام؟ يعني البعض بيقول انه بيقتلوا متعه المباراه باللجوء وبياخدوا وقت طويل جدا جدا في الرجوع للفار، وبيقولوا انه الفار كمان يعني في حاجات ملهاش يعني مش عايز اقول ملهاش لازمه، لكنه كان من الافضل التجاوز عنها، بيستدعي الحكم زياده عن اللازم شويه. كابتن شوبير خلينا نتكلم على الفار. الفار يعني لا يقاس بان الحكم يروح اكتر من مره. او ما يروحش خالص. لو في حالات تستدعي ان الحكم يروح اكتر من ثلاث او اربع مرات يروح، لو ما فيش حالات تستدعي ان الحكم يروح للفار ما يروحش للفار. عشان كده كابتن شوبير حضرتك عارف ان البروتوكول الفار اربع عناصر: احراز الاهداف وركلات الجزاء والطرد وتحديد الأولى. بالراحه بقى بالراحه عشان ده مهم جدا عشان الناس تسمع معانا. واحد احراز الاهداف. احراز الاهداف كويس. اتنين وركلات الجزاء. اتنين ركلات الجزاء تمام. او الطرد وتحديد الهويه. ثلاثة الطرد، تحديد هويه اللعيب نفسه. تحديد هويه اللعيبه كابتن شوبير بتبقى مجموعه، بيبقى لعيب بتيجي تدي لعيب انذار رقم 15 وتفاجئ ان ارتكب المخالفه رقم 13. تمام. فهنا الحكم الاي فار بيبلغ الحكم بيقول له لا، ده اللي ارتكب مخالفه رقم 13 مش رقم 15. فبيشيل الانذار من رقم 15 بيديه رقم 13. تمام. ايضا تحديد الهويه كابتن شوبير انا عايز اقولها، كويس ان حضرتك اتكلمت في هذا الموضوع. حته اللعيبه اللي بتخش تجيب الكوره من الجول. وبعدين الفرقه احيانا اللعيب ده بيكون مثلا متعادل او مغلوب واحد، فبيخش يجيب الكوره من جول، فبيخش المدافعين يخش وراه وحارس المرمى، وبيحصل اعتداءات بين اللعيبه. هنا الفار متابع كل هذه الاجراءات. عشان كده بقول من قدام من منبرك كابتن شوبير بقول بقول اللعيبه لو سمحتوا عايزين نقلل من حده الاشتباكات وحده الاعتداءات، لان الفار متابع كل الحالات دي بتحصل لك. لعيب رقم 15 من نادي النادي ايه ضرب، لعيب 16 من نادي بي ضرب. هنا الفار مش شايك على كل الحالات دي. هنا الحكام لما بيلاقي مجموعه من اللعيبه بيشتبكوا مع بعض اعتقادا منهم ان الحكم مش هيقدر يشوف كل الكم اللي فيه اشتباكات وفي التحامات دي. هنا الفار بيشيك على كل الحالات دي، فبيبلغ الحكم بيقول له اللاعب رقم كذا واللاعب رقم كذا واللاعب رقم كذا من فريق كذا واللاعب رقم كذا واللاعب رقم من فريق كذا ده ارتكب كذا وده ارتكب كذا وده ارتكب كذا وده ينطبق عليه حالات الطرد، وده كذا وده كذا وده كذا ينطبق عليه حالات الانذار او حالات الطرد. فهنا دي بعيده عن اللعيبه، اللعيبه مش واخده بالها من الحته دي. عشان كده انا بقول لحضرتك مهمه جدا 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 بالنسبه لتقنيه الفار.
طيب بالنسبه للنقطه دي بالتحديد يا كابتن وجيه اللي انا عارفه يعني انا دخل مرمية جون الكره بتاعتي انا اللي هروح اسنتر بيها ليست من حق الفريق اللي سجل الهدف ليه ما يكونش في تعليمات واضحه ان الكره دي بتاعت كذا واللي هيدخل من الفريق المنافس هيكون عنده عقوبه في تعليمات يا كابتن شوبير بس أيوة. خلينا نختلف ان اللعيب بيبقى خسران 2-1 مثلا 2-1 او 2-0 اي خساره وخلاص نعم 2-1 2-1 نعم. عايز يجيب الكره بسرعه عشان يروح يعوض الفرق الاهداف فبيخش بسرعه فبيحصل الاعتداءات والاشتباكات بس الكره مش من حقه من الاصل مش من حقه بس لو حصل اعتداءات من مجموعه من اللعيبه لازم الفار ياخد اجراء الفار هيقول له اللاعب رقم 5 كان مخالفه بس تمام. عشان كده بننصح اللعيبه ما تعملش الكلام ده غضب شديد في اداره الانتاج الحربي انه بيقولوا في مباراتهم مع المقاولين الفار اعطى للحكم كابتن محمود البنا ضربه جزاء وهو رفض واشار باستمرار اللعب لازم تعلق لي على اللقطه دي كابتن شوبير حاله بتاعت كابتن محمود البنا وكابتن محمد عادل نعم الحقيقه كابتن محمد الناس اللي لازم الناس اللي كل المشاهدين وكل المسؤولين عن الرياضه المصريه يعرفوا ان تقنيه الفار هو قرار واحد قرار الحكم نعم راي الحكم الفار راي استشاري أيوه. الحكم الفار هو يقدم النصيحه للحكم هنا محمود البنا كان في مكان يسمح له انه يقدر الحاله نعم. بشكل جيد هو من وجهه نظره شايف ان اللعبه ما فيهاش اي مخالفه هنا نعم. محمد عادل وهو بيشيك على الحاله وجهه نظر محمد عادل شايف ان اللعبه فيها ما يقدمه من نصيحه نعم. في هذه الحالة نعم. فاستدعى محمود البنا محمود البنا عمل الإشارة وراح شاف فما راح شاف هو يتواصل مع محمد عادل وراح ما حسبش فهو قناعة محمود البنا إن اللعبة دي لا تستوجب أو لا ترتقي ركلة الجزاء نعم أنا عايز أتكلم كابتن شوبير في الحتة دي بالذات فضل. دخل الكابتن مجدي عبد العاطي بعد المباراة كلم الكابتن محمود البنا في هذه الخاصيه بقول له كابتن محمود يعني اللعبه دي ملناش حاجه قال له والله يا كابتن مجدي انا شايف ان اللعبه لا ترتقي لركله الجزاء والكابتن مجدي عبد العاطي ابتسم ابتسامه جميله جدا ومشي ما كانش فيه مشكله خالص لغايه بعد كابتن مجدي عبد العاطي مشي وبقت بعد كده ان الانتاج بيعترض الانتاج بيعمل معرفش دي اللي حصل في المشكله طيب كابتن عبد الظاهر السقا طلع صرح بعد مباراه الزمالك والمصري قال انه الحكم اعترف انها ضربة جزاء ولكنه كان في فاول قبل اللعبة وده عمل لغط يعني هل الحوار ما بين المسؤولين زي حضرتك تقول ما بين الكابتن مجدي عبد العاطي مع كابتن البنا او الكابتن عبد الظاهر مع كابتن محمد عادل هل ده مسموح يعني هل من الممكن انه الحوار يبقى بالشكل ده هو يا كابتن انا اللي انا شفته ما شفتش الكابتن عبد الظاهر قال ايه ولكن اللي انا كنت لان انا كنت موجود في الاوضه نعم يعني انا كنت موجود في الغرفه في بتاعت اما دخل كابتن مجدي عبد العاطي فكان الكابتن مجدي عبد العاطي اتكلم بطريقه في منتهى الادب والاحترام ايا كان هل هو مسموح هل مسموح النقاش اصلا كابتن يعني كابتن غير هي هتبقى حاجه تلقائيه حصلت هو مش مسموح ان حد يتكلم مع الحكام ولكن ما ان حصلت هذه المشكله او حصلت المشكله بشكل عشوائي او بشكل يعني مش عايز اقول عشوائي اسف في اللفظ بشكل تلقائي يعني تلقائي 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 فكان الرد برضه من الكابتن محمود البنا وكانت الابتسامه الاجمل من الكابتن مجدي عبد العاطي كابتن ما هو ممكن يبتسم وممكن يكون له رد فعل غير الابتسام مجدي راجل محترم ومعظم اللي في الوسط رجال محترمين بس انا بتكلم على المبدا يا كابتن ممكن واحد غير مجدي عبد العاطي يكون رد فعله سيء فبالتالي انا بقول لك انه هو المفروض انه ايا كان انه لا علاقه ما بين لا اداري ولا لاعب ولا 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 بالحكم يعني اتصور كده يا كابتن وجيه انا متفق معاك 100% يا كابتن نعم. اي نادي عنده مشكله يخاطب اتحاد الكوره واتحاد الكوره يوديها لجنه تمام. الحكام طيب. او يرسلها لجنه الحكام انا متفق معاك 100% كابتن حلمي لان اذا كان الكابتن مجدي عبد العاطي اتكلم بطريقه فيها لباقه ممكن مسؤول تاني ممكن تمام. يتكلم بطريقه اشد صحيح قسوه يعني كابتن حلمي طولان قال انه كان في لعبات كثيره جدا كان لابد ان الفار الحكم يعود فيها للفار وتساءل هو ليه الحكم ما عادش للفار كابتن دايما يا كابتن شوبير
اللي برضو بعض مدربينا الكبار المحترمين حكم الفار بيشيك طول الوقت تشيك صامت. التشيك الصامت ده بيجي مثلا حالة تحكيمية مثلا النادي عايزها انها ركله جزاء او كره جايه في كتف اللاعب، هنا الحكم الفار بيشيك تشيك صامت على الحاله، فبيقول لي محمود البنا اوكي او يسكت خالص، فبالتالي هنا محمود البنا بيعرف ان قراره صحيح ان الفار مش محتاجه. فده التشيك الصامت. انما امتى الفار بيحتاج الحكم؟ لو كانت هناك مخالفه او هناك راي مخالف لقرار الحكم، وبيستدعي في الاربع حالات اللي حضرتك قلت عليهم، احراز الاهداف، ركلات الجزاء، الطرد او تحديد هويه اللاعب. كابتن مختار مختار اشتكى وقال انه الفار تعطل في الوقت اللي احنا كنا عايزينه. تعطيل الفار او تعطل الفار مرتين، مره في مباراه الاهلي والانتاج، والمره الثانيه في المباراه الاخيره لنادي الزمالك مع اعتقد فريق اف سي مصر. شايفه ازاي كابتن شوبير؟ يمكن احنا كان في برضو بعض المشاكل في حته في الكهرباء. الحقيقه اتحاد الكوره تم تجهيز جنريتور لكل سياره، ان شاء الله مش هتشوف المشكله دي تاني. تمام. كان في بعض المباريات برضو كان في بعض الصور كانت فيها لقطات متقطعه، فانا برضو دي برضو احنا يعني استاذ وليد بعت التلفزيون او كلم التلفزيون بحيث ان الفترات اللي جايه ان شاء الله ما يكونش اللقطات دي موجوده او تقطع الصوره تكون موجود. فانا بقول لحضرتك بالنسبه للكابتن مختار هنا قبل بدايه المباراه بست دقائق حصل عطل في الفار في ماتش الاهلي والانتاج. لو لاحظنا على الشاشه لقينا محمود عاشور استدعى الاداري الفرقه دي واستدعى الاداري الفرقه دي وقال لهم مفيش فار، وبلغ الحكم الرابع يروح يقول لكل مسؤول في كل نادي ان مفيش فار. بعد ست دقائق يعني قبل المباراه بست دقائق وبعد المباراه ما ابتدت بست دقائق رجع الفار. اولا انا لما بقول قبل المباراه، المباراه في علم الغيب، ما حدش عارف ان هو الفار رجع ولا جابوا عربيه ثانيه. يا كابتن وجيه، لا رجع الفار، رجع بعد ست دقائق. اتفضل. رجع بعد ست دقائق. وكان في حاله تحكيميه كانت مهمه جدا وهي حاله ركله الجزاء بتاعت النادي الاهلي. وحسب محمود ركله جزاء من خلال نصيحه الكابتن جهاد جريشه. وبعدين برضو جه محمود حسب هدف لصالح الانتاج. نتيجه برضو رؤيه الكابتن جهاد جريشه من خط التسلل في الفار. يمكن اللعبه كانت واضحه جدا، ما طلعش خط التسلل، ولكن كانت حته خطوط الملعب او مربعات الملعب فاتح وغامق كانت مبينه. لو رجعنا للكره دي بالبطيء هنلاقي اللاعب الاحمر كان مغطي. تمام. اما حكم المساعد رفع الرايه، هنا الفار شيك على الحاله التحكيميه. والكابتن جهاد جريشه بلغ الحكم وقال له لا، شايف ان اللعبه سليمه وحسب الهدف محمود عاشور. كابتن طاقم حكام القمه هيكون معاه حكام فار ولا حكام الفار من مصر؟ لا، كل الطقم من كرواتيا، حتى الفار والايفار كله من كرواتيا، والحكم الرابع كل الطقم كله من كرواتيا. كابتن على اي اساس اخترتوا هذا الطقم؟ شوبير احنا بعتنا لاكثر من 14 دولة. في دول كتيرة اعتذرت نتيجة صعوبة السفر. وفي دول كتيرة طلبوا مخاطبة الاتحاد الاوروبي عشان احنا كنا في توقيت اختيار المباراة النهائية للاتحاد الاوروبي، خاصة ان احنا ما طلبنا الحكم رقم واحد في كل بلد. فالاتحاد الاوروبي اتأخر علينا في الرد، اضطرينا نوافق على الكرواتي ايفان بيبيك، خاصه لما شفنا السي في بتاعه وشفنا التاريخ بتاعه لقينا تاريخ مشرف واداء تحكيمي مهم جدا. يعني لعب مباريات كثيره، شارك في الدوري السعودي، لعب في ابطال الدوري، ولعب في جه مصر اكثر من مره، ولعب حتى في الاسبوع الاخير في الدوري الكرواتي اعتقد 22 مباراه منهم مباريات مهمه جدا. فانا شايف انه حكم كبير وحكم عنده خبره كبيره. انا شايف ان شاء الله باذن الله تعالى نتمنى التوفيق للفرقتين، واتمنى التوفيق لطاقم التحكيم، ويعملوا مباراه تليق بسمعه مصر وسمعه الكره المصريه. هل كان من ضمن الحكام بتريسكو الروماني كان احد الناس اللي خطبتوهم يا كابتن وجيه؟
اقسم بالله ما كان في بيتريسكو. اه خالص اقسم بالله ما في بيتريسكو كابتن. ما تحلفش والله انا بسالك مجرد. انا بقول لك وانا بقسم لك بالله ما في بيتريسكو. مش محتاج يمين ولا محتاج حلفان على الاطلاق. هل الحكم ده كان سبق ليه ادار الاهلي والزمالك وادار ايضا الاهلي وبيراميدز؟ لما اتكلمت معاه عارف بشكل جيد مغزى هذا اللقاء واهميته؟ ايوه كابتن طبعا. احنا بعتنا له، احنا ما بعتنا لكل ال 14 دوله. بعتنا ال 14 دوله، احنا بعتنا منهم على اهميه المباراه، منهم اهميه اهم مباراه في الدوري المصري. وديربي يعني ديربي الشرق الاوسط. اتكلمنا على حاجات كتيره جدا. واحنا بنبعت الخطاب لكل الدول. فانا عشان كده انا بقول لحضرتك كان كل الناس اللي بعتنا لها على اهميه المباراه. هل سنرى وجوه جديده في الدوري المصري في الفتره القادمه، ولا الفتره دي حرجه شويه مش هتستحمل الدفع بوجوه جديده؟ كابتن شوبير احنا عندنا 19 حكم فار. وكان في كابتن الصباحي فاضل له مباراه، والكابتن عبد العزيز السيد فاضل له مباراه. انا استغليت مباراه الشرطه عشان نشيك على ملعب الشرطه ونعتمده. فجبت الصباحي ولعبته في مباراه الشرطه وبعته للايفاب. وعبد العزيز وانا بشيك ماتش للجونه، يمكن ماتش الجونه لعبناه اواخر قوي، فبعت عبد العزيز السيد للجونة بحيث ان انا برضو ابقى اجيب له الرخصة وابعت للايتاب. يبقى عندي 21. برضو استغلت الماتشين دول وجبت محمود عاشور اسكندرية. محمود بتاع اسكندرية، محمود داسيوني. نعم. كان ناقص له ماتش في رخصة الفار. وده شاطر جدا في التخصص ده كابتن شوبير. فما كانش خدها، فبرضه بعته الماتش بتاع الشرطه عشان ياخد الرخصه. برضه طارق مجدي كان ناقص له ياخد رخصه الفار. بعته برضه الجونه عشان ياخد رخصه الفار. فاحنا برضه مع ان احنا اعتمدنا الملعبين، برضه اعتمدنا حكم وفار في المباراه دي وحكم وفار في المباراه دي. كابتن وجيه، من 13 سنة إيفان بيبك بيحكم الأهلي والزمالك بيعود بعد 13 سنة، شايف إنه دي مسافة بعيدة، ولا شايف إن ده ممكن يدي يعني خبرة للراجل أكتر في التعامل مع مثل هذه المباريات، مع الفارق كانت المباراة بجماهير وكانت المباراة في أجواء تانية خالص؟ شوبير الحكم اما جاي يحكم المباراة الاهلي والزمالك كان بقاله سنتين في القائمه. اعتقد اما بعد العمر ده بعد 13 سنه هيكون اكتسب خبرات اكتر، واداء هيبقى عنده مع عدد من المباريات الكثيره جدا. واداء تحكيمي مشرف. فانا اعتقد باذن الله تعالى هتكون اكتسب خبرات، فانا شايف ان ده هيكون افضل ان يدير هذه المباراه. كلمه اللي عايز تقولها للمسؤولين، للجماهير، لكل ابناء المنظومه الرياضيه قبل 48 ساعه او اقل من 48 ساعه من هذا اللقاء يا كابتن وجيه؟ انا عايز اقول لكل المسؤولين عن الرياضه المصريه وكل المسؤولين عن الاهلي والزمالك واللاعبين داخل الملعب، كل العالم بيتفرج عليكم، ارجو ان تكونوا قدوه لكل يعني العرب بصفه عامه ومصر بصفه خاصه، خاصه ان احنا بدانا الموسم بشكل متاخر جدا. فان شاء الله باذن الله تعالى نثبت للناس ان مصر اما قررت انها ترجع لعوده النشاط يكون عندنا حق كمسؤولين كبار سواء الدوله او المسؤولين عن الرياضه المصريه. الفار قلل من نسبه الاحتجاجات الكتيره اللي كانت موجوده في الدوري المصري يا كابتن؟ طبعا يا كابتن. قلل وقلل من وحققت نسبه عداله. نسبه عداله بنسبه كام؟ بنسبه 95%. 95%. بشكرك كابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام الرئيسيه، ودائما وابدا بالتوفيق يا رب ان شاء الله. كل التساؤلات اللي كانت موجوده على الفار وعلى التحكيم وعلى ايفان بيبك حكم مباراه القمه اعتقد قلناها لحضرتك. قبل ما اروح لفاصل عشان استقبل النجمين الكبيرين اللي هينورونا كابتن عصام مرعي وكابتن عادل عبد الرحمن، خلاص تحدد طرف المباراه النهائيه ما بين فريق بايرن ميونخ الرهيب وباريس سان جيرمان العنيد جدا، والاثنين فازوا في قبل النهائي بنفس النتيجه بثلاث اهداف مقابل لا شيء. بس ليون الحقيقه امبارح اداؤه في النص ساعه الاولى كان اكتر من رائع، واضاع اكتر من هدف وكره جت في العارضه. لكن جنابري، ودي كره القدم، انا بقول القصه دي عشان الناس تاخد الدروس والعبر. يعني جنابري ده راح ويست بروميتش، المدرب قال لك لا يصلح،
لعب مباراه باينه ولا حاجه زي كده، قال لك اداؤه ما يناسبش فرقتي. النهارده جنابري اللي سجل هدفين وليفاندوفسكي سجل هدف، وايضا في باريس سان جيرمان اللي سجل اهداف كان ماركينيوس وديماريا وخوان برنات. جنابري هو النجم الاول، بيمينه وشماله شغال، وبقى واحد من اعظم نجوم كره القدم في العالم. لا تيأس اذا فريق رفضك، سواء كان الفريق ده صغير ولا كبير، لكن اديكوا شايفين قصه عامله ازاي. باريس سان جيرمان عندك الاثنين الكبار قوي نيمار ومبابي ما بيسجلوش اهداف، لكن في ناس تانية بتسجل اهداف. دي ماريا كان عليه كلام كتير جدا، عاد بقوه وسجل وتالق بشكل غير عادي. النقطه المهمه اللي عايز اقولها لكم، مدرب فريق البايرن فليك، هانز فليك، او البعض بيقول بليك لكن هو يعني احنا بنقولها فليك. هذا المدرب ما كانش مدير فني، هما كانوا جايبين في البدايه كوفاتش، وكان مكسر الدنيا مع انتراخت فرانكفورت، وكانت الجماهير في المانيا والبايرن كانت متوسمه فيه خيرا كبيرا وكثيرا، يعني نتائج سائد جدا، ابتعد عن المنافسه عن قمه الدوري البوندسليغا، والناس قالوا السنه دي مش سنه البايرن خالص. قعدوا يدوروا على مدرب، مش عارفين يجيبوا مدرب، فقررت الاداره. الاداره بقى اللي هي مين؟ اونس، واحد من اللعيبه العظام، رومانيجا واحد من اللعيبه العظام، ودلوقتي اوليفر كان اللي هيبقى الرئيس التنفيذي للنادي، واحد من الحراس العظام. قرروا انه فليك يبقى هو مدرب مؤقت للفريق. اشتغل مدرب مؤقت للفريق، تحسنت النتائج بشكل غير عادي، والنتائج ساعدته المنافسين. كانت النتيجه انه خلص الدوري بدري بدري، وبقى بطل الدوري، وخد الكاس، وكسب اقصى هزيمه في تاريخ برشلونه في بطوله اوروبا بثمانية مقابل هدفين. على فكره البايرن حتى هذه اللحظه لم يخسر نقطه، يعني كسب سيرفينيا 3-0، كسب توتنهام 7-2 مفتريين، كسب اولمبياكوس 3-2، كسب اولمبياكوس تاني 2-0، كسب سيرفينيا تاني 6-0، كسب توتنهام 3-1، كسب تشيلسي 3-0، كسب تشيلسي تاني 4-1، كسب برشلونه 8، وبعدين كسب ليون 3-0. في المقابل باريس سان جيرمان كسب الريال 3، وكسب جالاتا سراي 1، كسب كلوب بروج 1-0، كسب كلوب بروج تاني 1-0، تعادل مع الريال في اسبانيا 2-2، كسب جلطة 5-0، عنده 5-2 قدام كلوب بروج وقدام جلطة سراي. بروسيا دورتموند فاز عليه 2-1، لكن عدوى فاز 2-0. اتلانتا كاد ان يخرجه، وكان 1-0 حتى الدقيقة الأخيرة، لكنه فاز 2-1. ثم لايبزيج في نصف النهائي بثلاثية مقابل النتائج اللي قلت لحضراتكم عليها. الاتحاد الأوروبي أعلن الحكم هو دانييلي أورساتو، عنده 44 سنة، المرة الأولى اللي بيدير نهائي إحدى البطولات الكبرى، دولي من سنة 10، لعب 8 مباريات، كان منها مباراة ريال مدريد ومانشستر اللي خلصت فبراير اللي فات 2-1 لصالح المانشستر سيتي، كان حكم رابع في المباراة النهائية لليوروبا ليج اللي تشيلسي خدها على حساب الأرسنال 4-1. هديكوا صورة، ده جون رابح ماجر الشهير جدا لبورتو أمام فريق البايرن في النهائي. الرهان او المسابقه، مين اللعيب اللي واقف على خط الجون ده؟ اروح لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل استقبل كابتن عصام مرعي في دور جديد عليه، وكابتن عادل عبد الرحمن ايضا في دور جديد عليه. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. قبل الهنا بسنه، قراءه تحليليه في مباراه الزمالك والاهلي في الدوري العام. النهارده ضيفنا اتفقت معاهم هيغيروا اسمائهم وهيتكلموا بلغه تانية خالص، كابتن عادل فايلر. مساء الفل يا كابتن عادل. بونسوار. بونسوار كابتن. كومون تليفو قول بيان. 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 حلو كده؟ حلو كده. كده. او ممكن هو انجليزي كمان ما نعرفش هو منين، من سويسرا. سواء بيتكلم فرنساوي تمام. خلاص بيان كابتن. اخلك بيان. ماشي. تمام كده؟ اخلي كده. كابتن عصام كارتيرون. بونسوار كابتن. مسيو. بونسوار كابتن شوبير. كومون تليفو. بيان. بيان. بس كده حلو كده 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 خلاص درس اللي موجود عندنا. خلينا بجد نتخيل ان عادل عبد الرحمن هو رينيه فايلر، ونتخيل ان عصام مرعي هو باتريس كارتيرون، ونبدا بصاحب اللقاء الزمالك
ونسال مستر كارتيرون عصام مرعي الشهير بكارتيرون عشان ما حدش يطلع يتخانق معانا ويقول لك شوبير اتجنن ولا حاجه. فخلينا نسالك كيف تفكر في هذا اللقاء والترجمه الفوريه شغاله ما تقلقش. اوكي يلا. اولا كاب شوبير سعيد اني موجود معاك طبعا يا كاب شوبير, وسعيد طبعا مع زميل عمر الكابتن عادل عبد الرحمن. بدايه طبعا انا شايف مباراه لقاءات القمه, اللقاء ده مختلف عن اللقاءات السابقه بالنسبه للمعطيات بالنسبه لهذه المباراه. دايما في اللقاءات السابقه دايما بتبقى حسم الدوري, يعني بتبقى في نهايه الدوري. نعم. بيبقى حسم الدوري. ايهما افضل, انها تلعب بدري ولا تلعب في الاخر؟ هي تلعب في الاخر, ودائما وابدا يا كابتن شوبير كان دايما لقاءات الاهلي والزمالك بتبقى في النهايات وبتحسم بطوله الدوري وتباقي مباراه او مباراتين او ثلاثه. نعم. لكن خليني اقول لك بالنسبه للتفكير في هذه المباراه, انا بشوف ان مستر كارتيرون في الفتره اللي فاتت دي بالنسبه للفتره اختصارا فترة كورونا وبعدين رجوع دلوقتي احنا داخلين في شهر ونص اعداد شهر ودخلنا في المباراة في 3-4 مباريات 5 مباريات. نعم. لسه اللعيبه ما وصلتش للفورمه العاليه جدا. نعم. اعتقد ان الفورمه داخله في 40-50%. لسه اللعيبه ما وصلتش للتوب فورم الكبير جدا. عشان كده هو يمكن جرب في المباريات اللي فاتت دي, يمكن اخرها مباراه مصر الناشئين. انا ما كنتش مع التفكير في ان العدد كان كبير جدا. نعم. وبعدين في اسس بتبني عليها. نعم. كيفيه الدفع بالناشئين. أيه. لان عشان اللعبه ما تتحرقش, يعني الدفع بالناشئين لما لاحظنا في مباراه المقاصه لما الزمالك كسب في اخر دقيقه. آه. بالنسبه لحسام اشرف. لان اللعيبه الصغيره كانت في وسط اللعيبه الكبيره الخبره. نعم. عشان تشيل اللعيبه الصغيره دي. نعم. لكن لما اجي في مباراه مصر برغم ان هو في المركز الاخير وبدفع بخمس ست ناشئين بتأثر على الأداء وتعمل خلل في الأداء بشكل كبير جدا. النهاردة عجبني خالد جلال لما قال إنه لما قريت التشكيل غيرت الطريقة. بالظبط كده. نعم. لأن هو ما كانش متوقع كابتن خالد جلال إنه هيدفع بالعدد الكبير دوت من الناشئين. أنا كنت بقول يا كابتن شوبير إن دائما وأبدا أنت عندك 25-30 لعيب. أنت عندك التشكيلة الأساسية اللي هي مستمرة, ودي من الحاجات الناجحة جدا لكارتيرون. ثبات التشكيلة المعروفة. نعم. في نفس الوقت أنت عندك الصف الثاني اللي هو ما بيشاركش. يعني بتتكلم في عنتر وبتتكلم في محمد عبد السلام وبتتكلم في محمد حسن وبتتكلم في عمر السعيد وبتتكلم في المجموعه. نعم. دي وتدخل معهم ممكن 2 ناشئين. نعم. تقدر تحس ان المباراه الى حد ما بتاخد طابع الجديه. نعم. لكن بعد المباراه دي انت بتفكر في لقاء القمه, بتلعب النادي الاهلي. أيه. في جميع الظروف. نعم. سواء الاهلي في احسن حالاته او الاهلي في اسوء حالاته, انت بتلعب النادي الاهلي, والنادي الاهلي ده دي بطوله خاصه, دي. نعم. مباراه حساباتها ما حدش بيقدر يتوقع لها. نعم. حسابات او نتيجه. نعم. لكن انا ببص ان كارتيرون هيبتدي يرجع بتفكيره انه بيحضر وبيذاكر كويس قوي ان يرجع للتشكيله. نعم. الاساسيه اللي هو كسب بيها السوبر الافريقي. نعم. مع الترجي التونسي, وكسب بيها السوبر المصري مع النادي الاهلي. والتشكيله مش هتخرج بنسبه 95%. نعم. عن ابو جبل هيرجع طبعا في حراسه المرمى برغم. نعم. ان جنش رجع واطمأنينا ان رجوع جنش, لكن هيبدا بابو جبل. نعم. خط الظهر مش هيختلف عن الرباعي اللي هو في حاله شفاء حازم امام. هيبتدي بحازم امام. لو مش. نعم. حازم امام هيبقى محمد عبد الغني. محمد عبد الغني. محمود علاء الونش عبد الشافي. نعم. نص الملعب برضه سؤال, لو كان عبد الله جمعه ما عندوش التلات انذارات, عبد الله جمعه النهارده كان زعلان جدا لان قال لهم انا ما اعرفش ان عندي انذارين. لازم اللاعب يعرف ولازم الاداره برضه بالظبط كده لازم يبلغه. لكن لو ما كانش عنده 3 انذارات كان هيبدا ولا كان برضه؟ لا, عبد الشافي اللي كان هيبدا. بالتاكيد. نعم. لان انا برضه بعنصر خبره عبد الشافي, رغم عبد الله لعيب كويس جدا, لكن عبد الشافي هو اللي واخد في الفتره اللي فاتت دي واقف على رجليه وعامل ماتشات كويسه قوي. نعم. نص الملعب ساسي هيرجع, هو كان في الفتره اللي فاتت كان. نعم. بيزود ساسي 10. نعم. لكن هيرجع ساسي جنب طارق حامد. نعم. وهيرجع للثلاثي اللي هو تحت مصطفى محمد, هيبقى بن شرقي واوباما 10 وزيزو ومصطفى محمد راس حربه صريح. ده التشكيله مش هتخرج عن كده بنسبه كبيره, مع الاختلاف ممكن في واحد. يعني ممكن لو اشرف بن شرقي ممكن. يبقى نجم, ممكن يبقى نجم, ممكن يرميه على علي معلول. نعم. في نفس الوقت لو اوباما ربما رجع الماتش اللي فات. والحمد لله بقى سليم, لو في شك في اوباما ممكن. يبقى اشرف بن شرقي. ويبتدي يبقى نجم ناحيه اليمين وزيزو. نعم. ومصطفى. نعم. محمد. نعم. فالتشكيله مش هتخرج عن كده لان هو بيلعب النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يهمه في المقام الاول رقم واحد. نعم. انه ما يخسرش المباراه. اي رقم واحد انه ما يخسرش المباراه. اذا ما كسبش ما يخسرش. ما يخسرش المباراه. طيب نروح للنادي الاهلي, نروح لمستر فايلر, كابتن فايلر, كيف تفكر في هذا اللقاء؟ أسوأ وقت يعدي على مدرب اللي بيعدي عليه في مباراة القمة فايلر. أسوأ وقت. الغيابات.
الاصابات. في اصابات كتير قوي لدرجه ان انت ممكن يمكن فايلر ما يعرفش هيلعب مين. يمكن الفتره اللي فاتت مثلا بدا يبقى بايمن اشرف مع متولي جاله الرباط اللي عمل العمليه ربنا يشفيه. فعنده اصابات، عنده مثلا غياب رمضان، غياب الشيخ، وغياب جيلاردو بدا يلعب. ده صحيح، ويتالق او بدا يتالق. فنرجع كمان لحاجه مهمه قوي، انت جاي يعني مباراه قمه فيها غياب كل الغيابات والاصابات، زائد كمان كورونا، زائد بطوله افريقيا اللي جايه، فانت جاي. ايوه بس ما كورونا على الاهلي وعلى الزمالك، كورونا على الاهلي وعلى الزمالك. ولكن يا كابتن يعني انت داخل في فتره انت اللي عندك الاصابات اكتر، فانت بتيجي بنتكلم في نقطه ايه؟ انك انت المباراه مهمه للنادي الاهلي اكتر من نادي الزمالك. بالنسبه لنادي الزمالك، نادي الزمالك يمكن انا قريت، ويمكن الكابتن عصام اتكلم، انا قريت من واستشفيت ان الزمالك ما بيلعبش على البطوله خلاص يعني. نعم، ده من وجهه نظري طبعا. نعم، انه بيلعب بولاد صغيرين. نعم، بيعمل حاجه جديده. لكن النادي الاهلي عنده الفتره اللي جايه دي مباراه قبل نهائي، ونادي الزمالك عنده قبل نهائي. نعم، نفسه. ولكن نعم، الاستقرار فين؟ الاستقرار في الاصابات لصالح نادي الزمالك. صحيح، وربنا يبعد عنهم الاصابات. لكن انا بتكلم على اصابات كتير قوي في النادي الاهلي، فالاصابات دي هتخلي فايلر يغير من طريقته خالص. مش من طريقة اللعب وليس. نعم، ولكن الأفراد. أي، هيغير أفراد كتير قوي. يمكن أنا شايف أنه لو قعد يفكر على السرد باكين هيرجع رامي اللي كان ما بيلعبش رامي، عشان كان عنده إصابة. هيلعب جنب رامي أيمن. رامي كان موقوف أو موقوف، بس هو كان عنده إصابة من من شهر وكان عنده شد وشد يعني ما لعبش مباراة بقاله فترة. نعم، هو بيعده لمباراة أفريقيا كمان. نعم، رامي كان عنده طرد فما لعبش، وبعدين لعب، خد انذار، كان عنده انذارين، خد انذار ثالث، فتوقف مره ثانيه بس رجله في الملعب مع فتره. لا، مع فتره طويله من كورونا في الرجوع. نعم، لعب له ماتش ولا حاجه. فدي نعم، اللي هتبقى عنده المشكله في السرد باكين. ياسر ابراهيم لعب نعم، لكن هو هيبدا برامي اكيد. لانه الفرق ما بين ياسر ورامي مع ايمن اشرف، المهم ان ايمن اشرف هو اللي يبدا مع الاثنين، ده اساسي. ولكن علشان فايلر من المدربين اللي بيحب السيرد باك ناحيه الشمال يلعب برجله الشمال، والسيرد باك اللي في ناحيه اليمين يلعب برجله اليمين، علشان حته العدل، عشان الباص والسرعه والنقل. نعم، من تحت، لانه فايلر بيعتمد على النقل من تحت، بيطلع من تحت. فنتكلم في الحته دي. عنده بدا عنده استقرار في ايمن وعلي معلول، حته احمد فتحي ومحمد هاني. الفكره جايه منه، ولكن انا ما اقدرش اوصل لها. هو لاعب احمد فتحي المباراه اللي فات وبدا، واحمد فتحي افضل لاعب كان في الفرقه المباراه ده صحيح، اللي فاتت. ده صحيح، دي حقيقه. من افضل يعني، في عمرو السلية كان كويس، بس يمكن هو الافضل علشان حالته وعلشان اللي فيه احمد فتحي. ولكن في الاخر لعيب محترف، لعيب جيد طبعًا، لعيب من افضل اللعيبه. رغم الحمله العنيفه اللي كانت عليه، الا انه كسب احترام الجميع بعد هذا اللقاء، بل انه بعض الناس بدات تجتهد انه فتحي هيكمل في النادي الاهلي. والله احمد فتحي من اللعيبه اللي طول عمرهم راجل قوي، تحب انك مدرب يكون عندك النوعيه دي. يلعب في اي مكان، يقدر يحل لك مشاكل كتير، وكان بيحل مشاكل مش للانديه بس، للمنتخبات كمان. مظبوط. فاحنا بنتكلم على الاستقرار في ناحيه اليمين، بهاني. نعم، ولا احمد فتحي؟ دي المفاجاه اللي ممكن يعملها. انت حضرتك المدرب، انت هتقول لي الراجل كان واضح. انا هلاعب الاثنين. قول لي التشكيل حضرتك المتوقع للمباراه. يبقى انت بتلعب حراسه المرمى اما الشناوي. نعم، معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، انا بقول هاني. ادخل ديانج جنب السوليه. الحته اللي قدام اللي هي اللي فيها المشكله، عشان التغييرات الكتيره، رمضان. نعم، والشحات والناس المصابين دول. انا العب وليد سليمان ولازم يلعب وليد سليمان. يمكن الناس بتتكلم ان وليد سليمان بديل جيد وبينزل يغير لك، لكن انت عندك مشكله. ما احمد حتى احمد الشيخ اللي انت بدات عاوز اتصاب تاني، تلعبه اتصاب، وجيلاردو كمان اللي بداوا يبقى كويس برضو اتصاب. نعم، فانت ما عندكش داخل القايمه يعني، بس فرصته صعبه شويه. بس فرصته صعبه. نعم، انه يلعب يعني. نعم، ما يقدرش يجازف بيه. يمكن. نعم، اجازف انا بوليد العبه اكتر. نعم، من جيلاردو. ليه؟ لان لو جيلاردو وهو مصاب لعب هيغيرني، هيخسرني. نعم، تغييرين يعني، ان انا بلعبه بعدين هشيله وبعدين. نعم، انزل واحد تاني. فانا اشيله بره افضل، واحط مكان احمد فتحي. بقى في الوقت ده انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تزق لاعب زي السولية يبقى تحت راس حربه، وقفشه يبقى ممكن يبقى متحرك. ثلاثة، كل التالق ده في المكان ده تيجي النهارده تحطه تحت راس الحربة صعبه شويه يا كابتن عادل. لا يعني ده عمرو ما شاء الله الناس بترشحه من ضمن افضل اللعيبه في مصر في هذا المكان،
تيجي في ماتش زي ده تحطه بتاعت راس حربه وعامل لك ما شاء الله رمانة التزام في وسط الملعب مع ديانج او مع حمدي فتحي، ما هو صعبه شويه يعني. ما انا بقى فايلر في الوقت الحالي. ماشي اوكي. فانا عشان ابقى فايلر انت بتفكر بفكر فايلر مش فكرك إيه؟ انت لا اعمل له ايه؟ انا لو بفكر انا هلعبه ثالث في وسط الملعب. ليه؟ لان انا قاري بتلعب مين ثلاثي نص الملعب؟ لان ديانج والسوليه وحمدي فتحي او احمد واحمد وحمدي فتحي. حمدي فتحي الثلاثه. ليه؟ لان انا عارف كارتيرون هيلعب ازاي. اولا هو بيلعب دفاع متاخر قوي وبيلعب على هجمه المرتده. كل لعبه طويل، فالضغط عليه من قدام هيبقى فيها صعوبه شويه، عايزه لياقه بدنيه عاليه. وانا قلت لك احنا راجعين من كورونا على الاهلي والزمالك، ولكن طريقه اللعب بتختلف يا كابتن شوبير. طيب احنا دلوقتي عندك انت حاطط محمد هاني، حاطط رامي، حاطط ايمن، حاطط معلول، حاطط حمدي فتحي، حاطط السوليه، حاطط ديانج. حاطط وليد سليمان. فاضل لك اتنين لعيبه. واحط مروان رغم ان انا في الوقت ده انا بدجي يعني بتهيألي يعني بعيد شويه. وحتى مروان في الفتره دي بعيد شويه، ولكن ما باليد حيله. احط قفشه والعب بلا مركزيه في الثلاثه اللي قدام. طيب ده تشكيل الكابتن عادل. تشكيلك احنا متفقين معاك بنسبه 100%، ما اختلفناش فيه، لكن احنا كبرنامج اجتهدنا وقلنا التشكيل التالي: محمد الشناوي، انا بقول احمد فتحي، فريق الاعداد بيقول محمد هاني، لكن انا بقول احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، وانا برضه يمكن شايف انه الفرصه 50% 50% بين ياسر وبرامي ربيعه، بس يمكن الخبره ترجح رامي ربيعه ممكن. بس ياسر لعيب تقيل كمان. بس يعني خبره المباريات اللي هي الزمالك عند رامي شويه. حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج جونيور، اجايه، مجدي قفشه، اليو بنجي. انا نسيت اجايه. اجايه كمان. يبقى هو يبقى الثلاثه الثلاثي اللي قدام. انا مش عاوز يبقى في تمركز. يبقى لا مركزيه في الثلاثي اللي قدام، لاني غصب عنك يعني. يبقى مروان بقى على حساب مروان. طيب خلينا نروح لفاصل، نرجع نكمل هذا الحوار الفني الجميل والممتع مع نجمنا كابتن عصام مرعي الشهير بكارترون، كابتن عادل عبد الرحمن الشهير بفايلر. لان الاهلي كابتن عصام مرعي الشهير بكارترون النهارده مؤكد انه زي ما كان عينك على مباراه الاهلي وانت بتلعب فريق مصر، عينك على سيمي فاينال افريقيا الرجاء وانت بتلعب مع النادي الاهلي. هل ده ممكن يخليك تغير من طريقه اللعب؟ لا، في مباراه النادي الاهلي اعتقد ان هو خاض السوبر الافريقي والسوبر المصري بنفس التشكيله دي، والتشكيله دي هي اللي نجحته في المباريات ديت، حتى في الادوار في الذهاب والاياب بالنسبه لفريق الترجي، واقصى الترجي والوصول للنص النهائي ديت. فدي في حد ذاته ده نجاح لمصر كارتيرون. ما بيخرجش عن التشكيله دي يا كابتن شوبير. ما بيلعبش في طريقه اللعب. هو طريقه اللعب الثابته دايما بالنسبه لكارتيرون في جميع مبارياته كله، هو حاجه واحده بس اللي بيعملها، ان هو بيحافظ بشكل كبير جدا في المباريات الكبيره انه يقفل نص ملعبه كويس جدا، ودي بيعملها بشكل كويس قوي. يعني بيلعب مثلا في حوالي 30 40 يارده لو بلاعب النادي الاهلي، بلاعب الترجي، وده كويس جدا. وده كويس جدا ان انت كمان ما بتبقاش بتلعب بطريقه دفاعيه. لكن انت بتلعب باسلوب، بتكتيك. ان انت هو اللي يهم كارتيرون في المباراه دي انه ما يخسرش. انه ما يخسرش ده مهم جدا. لانه في نقطه مهمه جدا يا كابتن شوبير، الزمالك لا قدر الله لو خسر في هذه المباراه. لو خسر في هذه بترجع كارتيرون لنقطه الصفر تاني. ليه؟
لان دايما المدربين الاجانب اللي بيعيشوا كتير قوي سواء في الاهلي او الزمالك اللي دايما لو مدرب الزمالك لو بتكسب المنافس التقليدي بتاعك او الغريم التقليدي بتاعك ده بيعيشك كتير وبتطول كتير جدا وبتعمل ثقة وبتعمل ثقة الاثنين سوبر فرق معاه جدا كده وبتعمل ثقة كبيرة جدا لكن لو حصل ان اخفاق في هذه المباراة يوم يوم السبت بترجعه تاني فعشان كده هو حاطط في اعتباراته حاجات كتيرة محطات قوية جدا بداية من مباراة النادي الاهلي يوم السبت انه ما يخسرش هذه المباراة لو ما كسبش ما يخسرش يعني التعادل بالنسبة له برضه هو بيحافظ على الاستقرار وعلى الثقة بالنسبة للعيبة بشكل كبير جدا الزمالك عنده فرصة كبيرة جدا جدا في هذه المباراة في لقاء القمة دوت كتير قوي من لقاءات القمة بيبقى الاهلي بيبقى حاضر الى حد ما مكتمل الصفوف لكن هذه المباراة هي فرصة قوية وذهبية لان ان كارتيرون يطلع كل ما في جعبته من تكتيك واستراتيجية قوية فرصة جدا فرصة الزمالك الذهبية ان هو يكسب المباراة ليه لان انت هنا انت بيطيق الغيابات عند النادي الاهلي اكتر من الغيابات عند النادي الزمالك والغيابات في النادي بس الاهلي بس احنا ما نقدرش نقول ان رمضان صبحي غايب رمضان صبحي لعيب ترك النادي الاهلي لكن لعيب مؤثر يا كابتن طبعا شبير. انا بتكلم في لعيب بص يا كابتن شوقي في قماشة انا قصدي ما بقاش غايب بره النادي يعني انا بتكلم على النادي الاهلي يعني انا بتكلم في الغيابات بتكلمني فين بتكلمني في الشحات وبتكلمني في كهربا وبتكلمني في رمضان صبحي بالاضافه للاصابات الاخيره بجيرالدو متولي وجيرالدو واحمد الشيخ ده عدد كبير او لعيب بالاضافه لسعد سمير برضه كان مدافع مش موجود بتكلم في 6-7 لعيبه فيهم لعيبه مؤثره لكن بتكلم في قماشه رمضان صبحي في وجوده دايما في المباريات الكبيره في وجوده في كاس الامم هو مثلا ومصطفى محمد واللعيبه كلها من اللي ساهموا بشكل كبير ان يجيبوا كاس الامم بالنسبه للفريق تحت 23 سنه فمباريات كتيره قوي مع منتخب مصر مع النادي الاهلي بيبقى مؤثر بشكل كبير جدا فده هيبقى ليه تاثير الى حد ما سلبي في في الشق الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي لان هنا ممكن كان بيكلم الكابتن عادل في جزئيه اللاين فيرود او الخط الهجوم بالنسبه للثلاثي اللي تحت الفيرود فايلر ممكن يبقى مجبر على تشكيله يعني مجبر على تشكيله في حاله الغيابات ديت ولو جيرالدو ما لحقش المباراه واحمد الشيخ فبقيت انت مجبر ان انت تزود في نص الملعب عشان تحافظ على نص الملعب وتدي اريحيه اذا انت شايف ككارتيرون طريقه اللعب لن تتغير ما تتغيرش انه هيلعب انه يكسب واذا ما كسبش ما يخسرش بالظبط كده فايل يعني انا شايف ان هو لو فكر كده زي ما الكابتن عصام مرعي فكر كده دي مصلحه للنادي الاهلي لو هو بمعنى. عاوز يكسب لان هو كارتيرون دايما من المدربين اللي مأجل المكسب دايما بيلعب على رد فعل الفرق الكبيره بدليل انه في كل ماتشاته اللي شفناها له في ماتشات الفرق الاقوى الكبيره بيلعب بتحفظ زي مباريات السوبر هو خلي بالك برضو مباريات السوبر لها معطيات معينه لانها مباراه تخلص 90 دقيقه تلعب ضربات ترجيح بتفرق يعني ممكن ده يحصل مثلا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا انا برضو بتكلم او في النهائي ان شاء الله اذا تلاقينا بس ده طريق دايما في لعبه اسلوب لعب يعني انا بكلم ايه مش عنده نهج في نهج بيلعب وفي مدرب بيلعب بطريقه دفاعيه لكن ما عندوش في بالنسبه هو من الناس اللي طب خلينا فيك هو اتكلم عن كارتيرون انت النهارده انا بتكلم علشان هيقابله لو اتمنى ان هو يهاجم لو هاجم النادي الاهلي هتبقى عنده اريحيه في المباراه لكن النادي الاهلي هتبقى عنده بس انا متاكد انه هيهاجم يعني واحد عنده اشرف بن شرقي وعنده اوباما وعنده زيزو وعنده اوناجم وعنده مصطفى محمد وعنده فرجاني وعنده عبد الشافي وعنده حازم لا عنده في نقطه اسلحه كثيره انا اتكلمت في حاجه في البدايه خالص مهمه جدا حته الضغط الهجومي من بدايه المباراه دي عايزه لياقه بدنيه عاليه جدا انت شايف انها لسه مش موجوده لسه يا كابتن شوبير لسه عند الفرقتين عند الفرقتين عند الفرقتين طيب عشان كده انا بتكلم في الفرقتين نفسهم ان تفكيرهم في تفكير فايلر وتفكير كارتيرون محدش فيهم عايز يخسر المباراه قول لي فايلر فايلر من الناس اللي هم ليهم طريقه واحده ان هو بيحب يهاجم وبيحب يبدا من تحت بيلعب الكره الشامله احنا اعترفنا بكده فلما يجي يلعب فرقه زي نادي الزمالك هو دارسها كويس انا عارف ان هو مش هيغير من طريقته
حتى نعم. لما بيلعب اي فرقه ما بيغيرش من طريقته. السويسريين كده يمكن فكره كده اللي خلانا نتكلم على كارتينو كده، لان انا لعبته كمان وشفته بيلعب مع الفرق الكبيره في السعوديه. هو كان النصر وانا كنت الوحده، ولعبت مباراه جامده جدا وكنت هكسبه في الاخر 10 دقايق. تخسرت في اخر دقيقه بقى، في اخر دقيقه تعادل معايا، وبعدين كسب في اخر جون الفريدي اللي جاب الفريدي الجون في الاخر. ولكن اللي انا عايز اقوله لك هو دي طريقته، هو طول الوقت متحفز علشان يلعب. فالتحفز ده هو اللي يتعب النادي الاهلي، عشان كده التحفز ولا التحفز التحفز اللي هو انت شايف التحفز بيتعب مدرب الفريق المنافس. طبعا الفريق اللي بيحب يهاجم زي فايلر، طريقه لعب فايلر، فايلر دايما بيعمل البلوك بتاعه بيطلعه نص الملعب علشان يضغط على الفرق من قدام عشان يقطع في اسرع وقت ممكن في الحته الهجوميه. الحاجه الثانيه بيبقى لعب منظم في الحته الهجوميه والحته الدفاعيه. لكن الزمالك في الوقت ده هيلعب الكور الطويله هتتعبه، وعنده مصطفى محمد محطه كويسه. فاللي هو اللي انا هيبقى عندي تعب فيه لو انا فايلر، اللي هي حته الهجمات المرتده. علشان كده انا بقول ما يستعجلش المكسب، ده فايلر يبدا زي ما الزمالك. بس في نفس الوقت هو فايلر ده اللي لعب ماتش السوبر الاولاني واللي كسب بيه ثقه وحب جماهير الاهلي لما لعب وكان متقدم 3-0 في الشوط الاولاني. والناس ماشي تغيرات. انهي تغيرات؟ الاصابات اللي عندي كتير، رمضان صبحي لا عندي اصابات كتيره قوي. يعني انا مش ضامن، انا ما بلعبهمش بقالي فتره اللعيبه دي، انا مش ضامنهم هيدوك قد ايه في الوقت. وبعدين حاجه ثانيه لسه اللياقه ما وصلتش. وحاجه ثانيه مهمه دلوقتي، انا لما اجي اقيس اللياقه البدنيه انا بقيسهاش بماتش يا كابتن. انا ممكن في لياقه بدنيه كاذبه في مباراه واحده، لكن انا ممكن عاوز العب 3-4 مباريات. انت ممكن بروح نادي الزمالك ماتشات والاهلي لعب 3 ماتشات دلوقتي، بس يعني اللعيبه دي ما لعبتش خالص. يعني انت بتتكلم في لعيبه على الاقل فايلر عنده 4-5 لعيبه الاول مره هيلعبوا، بقالهم ما لعبوش بقالهم ماتشين لو حسبتها. يعني انت بتتكلم على رامي او ياسر كان بيلعب متولي، وايمن اشرف ده رقم واحد. ياسر اليوم في الملعب يا كابتن، ياسر موجود الماتش اللي فات ورامي الماتش اللي قبل الماتش اللي فات، لكن بس موجود يا كابتن، يعني رجليه مش بعيد عن الملعب. بس يا كابتن انا بتكلم انك انت بعد، يعني انا معاك انه بعد 6 شهور يا كابتن من وجهه نظري مؤثر. مشيان رمضان صبحي بالتاكيد مؤثر، مش عايز كلام. غياب محمود متولي بعد مباراه الزمالك ده كان شكل اساسي. اول حاجه الوحيده اللي مش مؤثره رمضان، لانه اخر ماتشات ما كانش بيلعب. بس لما بيلعب مهم، على لاعب كان لما بيلعب مهم لعيب اساسي. سيبك من اللعيب ولعيب مهم لعيب. بص النادي الاهلي عصام ما فيهوش لعيب مهم. بص يا عادل اسمعني بس، ازاي لا 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 على مر التاريخ في لعيب مهم، في لعيبه دايما هتقول حسام حسن ما كانش مهم. يبقى نقفل النادي بقى لما حسام حسن مشي، ولا نقفل النادي لما خطيب مشي، ولا برشلونه في لا 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 دي قضيه ثانيه يا كابتن عادل. يعني لما اتكلم انا هو حسام حسن ما كانش لعيب مهم، هو ابو تريكه ما كانش لعيب مهم، هو بركات ما كانش لعيب مهم، حازم امام ما كانش لعيب مهم. على المقابل مثلا جمال عبد الحميد ما كانش لعيب مهم، حازم امام ما كانش لعيب مهم، شيكابالا. طب اديني فرصه بس وجهه نظر. لا يا كابتن بس اديني فرصه وجهه نظر. لما محمد ابو تريكه حسن شحاته ما كانش لعيب مهم يا كابتن، لما محمد ابو تريكه لعيب مهم لكن كان جنبه بركات واحمد فتحي ودي وده وده وده. لكن انا بكلمك في ايه، انت دلوقتي لما نيجي نتكلم على ان رمضان لعيب مهم في الفتره اللي فاتت، طب ما رمضان سافر سنتين. ماشي يا كابتن، ويعني انا ما اعتبروش من الناس اللي ممكن يعطلني في مباراه القمه في الاهلي والزمالك. برضه ماشي حضرتك، ده اللي وجهه نظر. احنا بنتكلم، انا بتكلم على المباراه وليس على رمضان. بعيد عن ظروف رمضان واللي حصل لرمضان ومشيان رمضان او عاده، انا بتكلم على امكانيات لاعب طبعا وماشى. يعني خلينا نفترض يا كابتن عادل، خلينا نفترض يا كابتن عادل ان رمضان رمضان ما مشيش من الاهلي. خلينا نفترض خلينا نفترض ان احنا في مباراه السوبر اللي الزمالك كسبها، تمام. غياب رمضان اثر على ده النادي الاهلي، بس ده انا ده اللي انا عايز اقوله. يعني ده اختصار الكلام بس كده. انا قصدي يعني عصام قال نقطه مهمه، سيبك من الظروف. عندكم احصائيات اهلي والزمالك اللي رمضان لعب فيها يا فندم؟ انا بتكلم. عندك احصائياتها يا كابتن؟ اجيبها لك. ما تحصرهاش في الكابتن رمضان. انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم. حضرتك بتقول لي ما فيش لعيب مهم، بقول لك لا، في لعيبه مهمه مهمه جدا. في فرق يا كابتن، في فرق المهم عندها السيستم ماشي وليس اللعب. بمعنى انا مش هجيب انصاف لعيبه. يعني هو النادي الاهلي بحجمه الكبير لعيبته هتبقى وحشه؟ يعني انا لو بتكلم دلوقتي اجيه ده لعيب وحش، وليد سليمان ده لعيب وحش. طب كويس، يعني لعيب مهم. يعني وليد سليمان لعيب مهم، ده اللي انا بتكلم يا كابتن. خلاص مش مختلفين بقى. لا بص يا كابتن، انا بتكلم فرق زي اللي بتلعب بسيستم زي النادي الاهلي ما يهموش لعب في وسط مجموعه لعيبه كويسه ماشي. انا عندي تخمه من اللاعبين احيانا لما ما بيبقاش مصابين
بيبقى عندك 7-8 لعيبه يهدوا الدنيا يلعبوا المنتخب البلد. تمام. لو تمام. لو لو سلام. تمام. علشان كده انا بتكلم في ايه، لما اجي اتكلم على فرقه متسيستمه زي النادي الاهلي بتلعب بسيستم رمضان بيدخل زيه زي الواجبات اللي بيعملها اجاييه، ممكن ده ليه حاجات وده ليه حاجات تانية. يعني مثلا لما بيلعب اجاييه ناحيه الشمال ورمضان بيلعب ناحيه الشمال، مين اكثر تهديفا، اجاييه ولا رمضان؟ كابتن هذا لاعب مهم وذاك لاعب مهم. يعني احنا خلي بالك ادراك. طب تخيل حاجه ثانيه، تخيل الاثنين في الملعب بصرف النظر يا كابتن. يعني انا بتكلم على مدى اهميه في الملعب تدي خطوره. يعني انت مثلا ما هو انت كمدرب النادي الاهلي هيبقى عامل مليون حساب لمصطفى محمد لانه لاعب مهم، لفرجاني ساسي لانه لاعب مهم، لاشرف بن شرقي لاوباما، لكل الدنيا يا كابتن على مستوى العالم كله. اوكي يا كابتن. نعم. ما هو في وجهه نظر، لما جينا مثلا لو فاكر مع مستر فيصل قلنا له كنا هنلعب الترسانه، قلنا له احمد عبد الحليم في وسط الملعب، جمال عبد الحليم في وسط الملعب، الشابوري، احمد مصطفى والحاجات دي، رد علينا وقال لنا ايه؟ قال لنا كلمه واحده، لما انا النادي الاهلي اللي عندي همسك 4 من عندهم، طب هم هيمسكوا كام من عندكم؟ ما هو ده، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فانا بتكلم في ظل ايه؟ في ظل انك انت في اخر فترات رمضان مش هيبقى مؤثر بسلبي على النادي الاهلي، لانه اخر فترات 3-4 ماتشات ما كانش بيلعب. انا بتكلم في الاستقرار. عارف لو كان اللعيبه مش مصابه دلوقتي ورمضان كان موجود، كنا هنقول مين اللي هيلعب، رمضان ولا اجاييه ولا حاجه زي ما كانت بتحصل. اسماء لا خلاف عليها. انا عايز اقول كلمه كابتن شوبير، اتفضل. ده في الفتره في السنه دي. لا السنه دي بس، السنه دي بس، على طول انا ما كنت بلعب. في اسماء، اتفضل يا كابتن. على مدار التاريخ كله عمر ما الاهلي والزمالك بيقفوا على لاعب، اكيد بدليل ان النجوم كلها بطلت طبعاً. اللي بطل واللي ماشي وكل حاجه كل... لكن في لعيبه جت في تاريخ الناديين لازم نقف عندها طبعا. على فكره عادل، انت لما بتيجي حتى تلعب باتنين روس حربه بتقول ايه؟ بتقول لازم الاثنين ما يبقوش شبه بعض. ده بيجري وده هجام. وده بيسجل هداف وبيقدر ان هو عنده الحته دي. في لعيبه الحلول الهجوميه يعني انا ممكن تكون انت عندك عدد، عندي 4-5 لكن فيهم واحد بس اللي عنده الحلول الهجوميه، محمد رمضان. بس محمد رمضان كسب النادي الاهلي دوري. وتفتكر ان مباراه الاسماعيلي لعبه كان عنده مظروف اللي هو تلاقي انه لاعب مهم وغيابه يكون مؤثر. وليد صلاح الدين موافقين يعني فانا قصدي انه الحلول. يعني صحيح لا الاهلي هيقف على لعيب ولا الزمالك هيقف على لعيب، لكن في لعيبه بارزه مهمه. اوكي. ما هو اللعيب، ما هو في فرق ما بين لعيب برقم ولعيب برقم ثاني. تمام. احنا بنتكلم في لعيب هنا بمليون جنيه وفي لعيب هنا ب20 مليون. طب خلينا نقف عند ال20 مليون والمليون جنيه، نروح لفاصل ونرجع تاني. كابتن عصام كارتيرون، خليني اسالك، ماذا لو تقدم الاهلي عليك هيحصل ايه؟ هيبقى برضه هيحافظ على الشكل، بس هيبتدي يحاول يغامر شويه في حته التحفظ اللي هو بيشتغل بيه، ان هو بيبقى قافل الجيم بشكل معين. قلنا ان ده اسلوب لعب اللي بيشتغل فيه في تلتين ملعب من نص الدايره، وبيبتدي يشتغل في المساحات، لان الزمالك عنده حلول هجوميه موجوده في اشرف بن شرقي. ممكن بعد كده يبقى فيه تغييراته، ممكن يزود في العناصر الهجوميه، يبتدي ينشط في النواحي الهجوميه. لو هو بادئ باشرف بن شرقي واوباما وزيزو ومصطفى محمد، ممكن يعمل تغييره للتنشيط، ممكن يبتدي يضغط على دفاع النادي الاهلي، ممكن يدفع بأوناجم. نعم. ممكن يلعب لو لسه الاهلي لسه هو متاخر برضه في المباراه في الثلث ساعه الاخيره او الخمسه، ممكن يدفع براس حربه تاني يبتدي يزود ويكثف في ال 18 بشكل قوي جدا. نعم. ده مهم جدا. وده عمله في مباراه المقص. نعم. يعني في مباراه المقاصه لما يعني انا اشدت بيه جدا، طلع فرجاني وطلع طلع زيزو ونزل الواد صغيرين وكسب. ولو تعادل يوميها برضه كنت هشيل بيه. لانه هنا اشتغل صح. هنا جرأة هنا من جرأة كويسه قوي. قاعد مركز في المباراه، ذاكر، وبعدين انت تخاف. والتوفيق بتاع لكن طبعا. انت تقلق وتخاف، لكن في الربع ساعه الاخيره كابتن شوبير الكثافه العدديه او الكثافه الهجوميه كانت زياده جوه منطقه الجزاء، كانت زياده. الزمالك بقى ليه خطوره. ضربات ركنيه كتير جدا. تشعر ان الاحساس ان في هدف، يعني بتقرب. نفس السؤال كابتن عادل فايلر، لو تاخر النادي الاهلي بهدف اكيد هينزل راس حربه تاني زي ما بيعمل، هو دايما بيعمل كده. يعني بيلعب براسين حربه. بيلعب براسين حربه
وبيخلي برضو اللعيب اللي هو تحت المهاجم وبيعمل ضغط من قدام وكمان بيخلي السرد باكين بيبقوا على نص الملعب عشان يضغط الفرقة او بيقلل شويه من حته الاختراق من العمق لما بيكون متاخر جون، بيلعب اللعب اللي هو اللي على الاطراف والتحركات اللي على الاطراف. فافتكر لو في تاخر للنادي الاهلي هتلاقيه منزل فراوده اكتر وبيلعب بلعيبه مهاجمين اكتر، لانه ما عندوش الحته بتاعت ان هو ممكن يغير في حته يلعب ثلاثة والحاجات دي. هو السيستم بتاعه دايما ما بيبعدش عنه كتير قوي. حتى يعني لو انت عاوز تزود الهجوم بتاعك ممكن تلعب بثلاثة فلات علشان تطلع باربعة وبعدين هيلعب ازاي؟ 4-3-2-1 ولا 4-2-3-1 ولا 4-4-2 ولا 4-2-4 هو لا هو يلعب 4-2-3-1 في الاول. 4-2-3-1 بس اللي انت قلته غير كده. حضرتك انت قلت ان حمدي فتحي مع ديانج مع سليم، انا بتكلمت على فكرانها ماشي، ما انا بتكلم على علشان الظروف اللي عندي. انا بتكلم لو انا عندي ظروف انا ممكن اغير. لكن مفيش مدرب يقدر يغير سيستم لعبه في يوم وليله عشان مباراه. لانه عنده مباراه بس هو عمل حاجه كويسه اول ماتش فات كان مضطر ليها لما نزل ديانج ناحيه اليمين وعمل عشان عشان تعديل عشان كده بقول لك هو مصمم على السيستم بتاعه. يعني يود ديانج مش عنده القدرات انه يلعب ناحيه اليمين، ما عندوش السرعات اللي يروح ويعمل كروس. هو بيلعب في البيضه في وسط الملعب بيلعب قدام بس يعتمد على الظهير الايمن، يعني طلع محمد هاني او احمد فتحي لو هو يعني عاوز يزود. لكن هو علشان يحافظ على سيستمه وشكل لعبه لعب ديانج ناحيه اليمين. لو هو ما بيحافظش على شكل لعبه كان ممكن يحط ديانج في مكانه وممكن يغير طريقه لعبه 4-1-4-1-4-4-2 باي طريقه. لكن هو بيحب يحافظ على الطريقه دي، ولكن الافراد اللي متواجدين بالنسبه له ما عندوش مشكله فيها، بيغير واحد بواحد. لكن لو اتاخر بهدف اكيد ان هو هيهاجم اكتر، اكيد هيلعب باتنين راس حربه، ممكن هينزل فرو الثاني رغم ان هو عنده قله في حته او عدم ثقه في الاثنين فراوده بتوعه، يعني يمكن ما بيلعبهمش كتير. بدجي انه يصنع هدف في الماتش اللي قبل اللي فات ويسجل هدف الماتش اللي فات، مش شايف ده بيديله ثقه ماتش بعد ماتش؟ كاحتياطي وليس كاساسي. مش كاساسي يعني لسه الثقه دي ما تاهلكش ان انت تبقى اساسي. طيب. لكن تبقى احتياطي. ولكن حته اجيه دي هي المهمه. دايما في المباريات الكبيره بيحب يلعب باجيه راس حربه علشان يتمركز علشان اللي جايين من الخلف. اسالك، قوه الزمالك الهجوميه بتقلقك؟ جدا بتقلبني في سرهات ساسي وقوه مصطفى محمد والكور العرضيه بتاعت محمد عبد الشافع، عشان مصطفى محمد من افضل الفراوده في الوقت الحالي في مصر. تايمنج بتاعه كويس قوي بيدوح. يعني عامل زي عمرو شرقي، ما قلتش ليه زيزو، يمكن دي مفاتيح هتتمسك كتير. لكن انا بكلمك على الحاجات اللي هي بتحصل في رجاني ساسي بيلعب الغير معقول الغير مطلق لانه لعيب كبير. ولكن انا كمدرب قدام الزمالك عارف مفاتيحه، عارف انه بيجي بن شرقي بسرعته من تحت، فبعمل له السبورت دي وبعمل له المساحه علشان ما يجيش يعمل حاجه. اسالك، قوه الاهلي الهجوميه تقلقك ولا قوتك الهجوميه هي الاكبر؟ وهل قوه الاهلي اكتر في دقه البدلاء، ان الراجل بيقدر يغير موازين المباراه من خلال استعماله لدقه البدلاء؟ الكلام ده يعني ممكن لو الاهلي مكتمل الصفوف، لكن الاهلي دلوقتي في ظل الغيابات ديت ممكن الشق الهجومي او الخط الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي يعني ادى بشكل كويس في المباراه السابقه دي. وطبعا انت بتلعب النادي الاهلي في لحظه ممكن وليد سليمان اجاييه، بتتكلم في مجدي قفشه، كل الكلام، لكن مش بقوه لعيبه نادي الزمالك. الزمالك هجوميا اقوى من وجهه نظري. الزمالك هجوميا اقوى، لكن في نفس الوقت انت برضو لازم تبقى حريص جدا في انضباطك. بالنسبه انت بتلعب النادي الاهلي في التزام محمود علاء، التزام الونش كمان، عبد الغني، عبد الشافي، نص الملعب بالنسبه لساسي وطارق حامد، لان في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها كارتيروب بيلعب بطريقه 4-2-3-1. لكن ممكن لو الزمالك متقدم في نهايه المباراه ممكن يعدل ويبتدي ب 4-3 في نص الملعب 2-1 بشكل. هرجع اسالكم عن دكه البدلاء والجبهات، لكن اروح لفاصل وارجع تاني. هل تخشى دكة بدلاء الزمالك؟ ممكن نخشاهم لأنهم عندهم عدد كبير من اللاعبين، لأن إصاباتهم أقل كتير. طبعا. مين؟ يعني الشباب؟
لا الشباب ما قدرش ما 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 افتكرش ان هو ممكن يدفع بيهم. ساعات المباريات دي بتبقى مولد لاعب محمد طبعا صبري حصل قبل كده مثلا اكتر من لاعب ماتش الاهلي والزمالك الناشئين 3-2 او لو فاكر ايمن يونس برضو في البدايه ايمن يونس من اللعيبه. لكن انا افتكر انه التغييرات هتبقى محدوده شويه رغم ان المفترض انه الزمالك عنده لعيبه اكتر ما عندوش الاصابات، لكن الناحيه الثانيه النادي الاهلي عنده الدكه فاضيه خالص يعني انت تقدر لو النهارده قاعد عندك وليد سليمان لو قاعد لو عندك كله بقى صغيرين مروان محسن عندك محمد هاني او احمد فتحي هو برضه بنتكلم على اسماء تقيله مش قليله يعني احنا بنتكلم على في حوالي 8 لعيبه مصابين كانوا بيبقوا اساسيين منهم 6 اساسيين في الملعب اتعوروا اتصابوا فيدخل من مكانه الناس من الدكه فالناس اللي هتدخل مش بالاسماء بس عدم الجاهزيه بمقاييس دكه البدلاء دكه بدلاء الزمالك اقوى من وجهه نظر انت تخشى دكه بدلاء النادي الاهلي ممكن لعيب واحد ينزل يغير الكيان دي طبعا مقارنه بين الاثنين حراس محمد الشناوي ومحمد ابو جبر طبعا ممكن وليد سليمان يعني وليد سليمان لو قلنا مثلا هو لعب بمثلث هجومي قفشه واجايه ومروان محسن هيبقى وليد سليمان على الدكه فنزول وليد خبرات كبيره جدا وليد بيقدر في وقت من الاوقات يقدر يتحرك يقدر يخطف بخبرته الكبيره جدا هو الوحيد اللي ممكن يبقى مشكله كبيره جدا ممكن يعمل يعمل جبهه مثلا ناحيه اليمين لو مثلا أيوة. احمد فتحي هتكلم على الجبهات بقى جبهات مثلا احمد فتحي وهاني محمد تبقى جبهه ناحيه اليمين علي معلول او ممكن احمد فتحي وحمدي فتحي لو لعبوا ناحيه اليمين ودخل ديانج مثلا في القلب مثلا دي نقطه مهمه بس في لعيبه في الملعب بنسبه كبيره جدا حمدي مع ديانج مع السلاي لا يوجدوا في الاطراف بشكل قوي جدا انا بتكلم في ان جبهه احمد فتحي ومحمد هاني بالتناوب مع بعض ممكن تبقى جبهه قويه علي معلول ناحيه الشمال طبعا دي من خطوره النادي الاهلي في علي معلول فعشان كده انا بتكلم دايما في اشرف بن شرقي وبتكلم في اونجم يعني لما هيرمي اوراق كمان ان هو لازم كمان ان هو يحد من خطوره مفاتيح لعب النادي الاهلي فعشان احد من مفاتيح لعب النادي الاهلي السيطره على منطقه وسط الملعب ودي اللي بيمتاز بيها النادي الاهلي فلازم يبقى في مقابل قوه هجوميه اقوى النادي الزمالك لنادي الزمالك عن النادي سلاح الأهلي. الجبهات هل بينطبق على الزمالك زي ما بينطبق على النادي الاهلي ولا الوضع هنا متغير يا كابتن علي لا الوضع متغير بس انا في نقطه انا عاوز لحضرتك عليها نرجع لوليد سليمان ودي مهمه جدا تخيل وليد سليمان لو قعد احتياطي بكره الناحيه النفسيه لما يكون في اصابات كتيره انا بتكلم كراجل مدرب وعندي لعيب زي وليد سليمان وليد سليمان كمان لو قعد احتياطي في مباراه وعنده الغيابات دي كلها فنفسيا وليد سليمان يبقى عامل بس ممكن حد تاني اتفضل بس عايز اقول انا بس النقطه بتاعت عيل دي مهمه جدا انا كمدرب ما اقدرش ارمي بكل الاوراق بتاعتي وتبقى الدكه عندي فاضيه يعني لازم انا لما بحط وليد سليمان وحط كمان قوه مثلا كمان تانيه جنبيه على الدكه عشان اقدر انا في سيناريو المباراة على مدار التسعين دقيقة النفسية بتاعت وليد سليمان أنا بتكلم في نقطة أخرى أنا بتكلم وليد سليمان لعيب كبير قوي كويس وليد سليمان لعيب مهم جدا لما اللعيبة بتقل يعني موجة تانية من الهجوم وموجة مهمة وموجة ناجحة إنه يبدأ مثلا ولكن لا إنه يبقى احتياطي عشان ينزل يكسبها بس تمام لما بيبقى في جاهزية سؤالك 10 على 10 لما بيبقى في جاهزية سؤالك لكن الناس اللي غايبة كتير طيب بس سؤالك كمان وليد سليمان سؤالك 10 على 10 وبرضه كلام الكابتن عصام مرعي 10 على 10 رجعتكم بقى لحالتكم خلاص لأن احنا بننا الحلقة لكن البعض يقول يا كابتن عادل يا كابتن عصام إنه وليد سليمان على راي ابراهيم سعفان في المسرحيه انا مبسوط كده انا مرتاح كده انا هداف النادي الاهلي سبع اهداف واهداف مهمه في مباريات مهمه من خلال النص ساعه او الشوط الثاني اللي انا بلعبه فقد يكون عنده حاله من الرضا النفسي انه بيلعب نص ساعه بس بيقلب بيها المباراه بالتوفيق مش عايز كلام الحاله الرضا اللي عندي وليد سليمان من نجاحات الفكره ولكن احيانا الفكره لو ما نجحتش مره واثنين بس هي اثبتت نجاحها هو على كابتن عصام انه بديل رائع يعني هو بديل رائع هو لو وليد بحالته اللي 100% بالتاكيد الراجل مش هيستغنى بس عنصر الخبره ده كمان عنصر الخبره اللي زي وليد سليمان دايما بيبقى عنده المرونه في بدايه المباراه وانه يبقى كمان يبقى كارت في الشوط الثاني مظبوط اللعبه الكبيره بتبقى كده ما عندهاش مشكله في النهايه سؤالي الاخير اللعيبه الكتير يا كابتن ممكن تخليه يبدا بيه سؤالي جدا سؤالي الاخير ماذا تتوقع نتيجه اللقاء؟ يعني ما فيهاش توقع بس اتمنى يعني اتمنى ان هي مباراه تطلع كويسه ترد باسم الناديين ويبقى شكلها كويس والاهلي يكسب كابتن عصام نفس الشيء يعني تبقى مباراه برضه كويسه
يعني هيبقى فيه تحفظ من الاثنين مدربين. تبقى مباراه قبل البطوله الافريقيه، ما يبقاش فيها مشاكل او خروج عن النص بشكل كبير جدا. اعتقد كفه الزمالك ارجح بشكل كبير جدا نظر الغيابات الكتيره في في في, في النادي الاهلي والاستقرار الفني والبدني اللي موجود عليه النادي الزمالك، فاعتقد ان فرص الزمالك تبقى اكبر، واتمنى طبعا ان شاء الله الزمالك يكون موفق في هذه المباراه. طيب قبل ما اختم، الصوره اللي كنا حطيناها لكم ناس كتيره جدا وصلوا الاجابه الصحيحه، اللي كان واقف على خط المرمى في مباراه بايرن ميونخ مع بورتو اللي فاز فيها بورتو 1-0، اللي بيتفرج على الكوره ده مدرب البايرن الحالي هانز فليك، كان بيشارك في هذا اللقاء كلاعب، وناس كتيره وصلوا للاجابه الصحيحه. الحقيقه توقعات عندنا كتيره جدا، ما بين فوز للاهلي وما بين فوز للزمالك وما بين التعادل، محمد شبانه وعصام السيد وإهاب عبد التواب وابراهيم يحيى ومحمد عادل وهشام احمد ومافيا السعيد واحمد رضا ومحمد صابر وعبد الطيب وعماد نبهان واحمد بدر وياسين العجمي وبيكا مصطفى ومحمد سمير ومحمد ايمن، دول كلهم الاهلي. ساره فضل الزمالك، السيد عمر التعادل، محمد الشال التعادل، اسماء عبد الرحمن الزمالك، محمد انور الزمالك، احمد رأفت الاهلي، ايمن بدر الزمالك، معز علاء الاهلي، ابو زينب ونور ابو الفتوح الاهلي، ابو بسمه الاهلي، محمد عوض الاهلي، العطار يونس الاهلي، ويوسف محمد 00، محمد عثمان الاهلي، الملاك البريء الزمالك، احمد محمد طلبه ابو طلبه الزمالك، الاهلي ده مصطفى شعبان، مؤمن رمضان الاهلي، امير يعقوب الزمالك، مسعد عبد الله الاهلي، ولسه برضو في توقعات ما بين الاهلي والزمالك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام مرعي، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمن، نورتنا وشرفتنا. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.